ميمينغ الشين اوفيسيال تاع جامعه تونسيه لكره اليد لدور نصف نهائي البطوله تونس اكابر موسم 2019-2020 من قاعه رادس القاعه متعدده الاختصاصات. باش يكونوا اليوم زوز اطراح، عندنا الماتش الاولاني ساقيه الزيت والنجم الساحلي، الماتش الثاني ترجي الرياضي التونسي وجمعيه الحمامات. بالطبيعه قدامكم توا المقابله الاولى باش تبدا دون كيلكوز انستون، يمكن دون 5 مينوت. باش يكون معنا اليوم الكوتش بديس بن سعيد مدرب الملعب الزغواني، باش يكون معنا في التحليل الفني للمقابله هذه. مرحبا بك كوتش، كيفاش تشوف المقابله الاولى وتو بعد نحكيو على المقابله الثانيه؟ مرحبا بكم ومرحبا بحباء كرة اليد الكل. مقابلة رهان كبير، دومي فينال شامبيونا بين زوز فرق عاملين نتائج باهية السنة. فريق نجم الرياضي الساحلي غني عن التعريف، سقية الزيت فريق طموح قاعد يكبر شوية شوية، يحبوا يوصلوا للادوار النهائيه. وصلوا عملناه للسيزون اللي قبل، خذاو كاس تونس، طموحهم كبر، بداوا يفكروا في الشامبيونا والدليل يوصلوا للدور هذا. ميرسي بوكو كوتش. نعطيكم توا لي ديتاي نتاع المقابله الاولى اللي باش تلعب كما قلنا ساقيه الزيت حسب التيراج وسور اللي صار باش تكون الفريق الضيف. دونك نبداو بالافكتيف نتاع ساقيه الزيت، وين نلقاو 10 حمزه فرج، 66 جمال نجاح، 13 غسان التومي، 97 اشرف المرغلي، 98 غسان شبشوب، 5 رضوان هميله، 23 محمد غازي مميش، 96 وائل المزوغي، 1 وليد المزغني، 16 هشام دربال، 12 مروان السوسي، هذوما لي تروا غارديان، 33 مجدي هلالي، 9 رامي سيود سويد ديزولي، 15 محمد عمار، 95 محمد بن غانم، 19 طه سماوي يدرب ساقيه الزيت المدرب المصري عاصم حماد. نمشيو للافكتيف نتاع النجم الرياضي الساحلي في المقابله هذه، ونلقى 21 عصام رزيق، 1 محمد صالح ابراهيم، 98 محمد امين درمول، 31 حمدي الحمامي، 55 نور الدين ماوى، 33 لؤي مخلوف، 10 انور بن عبد الله، 16 سليم البريني، 11 مهدي البري، 13 اسامه غشام، 77 نضال العمري، 51 بلال بلال، 23 منير دويري، 89 رفيق باشا، 6 غازي بالغالي، 54 ياسين زعتير، ويدرب النجم الرياضي الساحلي المدرب المعروف كمال عقاب المدرب الجزائري. هكا عندكم ليفيكتيف نتاع لي دوز ايكيب. نعطيكم توا لي سي ترونترون اللي باش يهبطوا من الشيرتين. نبداو بساقيه الزيت، نلقاو في الكاج مروان السوسي، معاه 97 اشرف المرغلي، 23 محمد غازي مميش، 97 أشرف المرغلي، 97 66 جمال نجاح، 95 محمد بن غانم، ونكملوا بالملاعب الاخر البيفو. جست لحظه بركه خاطر النوامر مش ظاهره. 33 13 بلوتو غسان تومي البيفو نتاع ساقية الزيت في لي سي ترونترون اللي باش يهبطوا توا. بالنسبة للنجم الرياضي الساحلي باش يبدا في الكاج، 16 سليم البريني، نضال العمري 77، 21 باش نلقاو عصام ارزيق، 94 او بلوتو 54 ياسين زعتير، 13 غشام ودرمول 91. دونك هذايا ورفيق باشا 89 ليل في الليل. هذوما لي سي ترونترون تاع لي دوز ايكيب اللي باش يبداو بهم الزوز مدربين، كو سوسوا عاصم حماد المدرب المصري والا كمال عقاب كوتش في قراءه اولى لي دو فورماسيون اللي باش يهبطوا. كيفاش تتصور زوز مدربين باش يبداو المقابله؟ هما ادرى بالفورماسيون، هما اللي مواكبين الفرق نتاعهم، يعرفوا شكون حاضر شكون مش حاضر، شكون حاضر ذهنيا وبدنيا باش يبدا به. القراءات التكتيكيه نتاعهم باش نشوفوها في الماتش ونتبعوا شويه شويه. بالطبيعه نكملوا مع لي ديتاي نتاع المقابله اللي باش يديرها الحكام رشدي زغلامي ومكرم بن دحو، لي ديليغي تكنيك كرام الشاوش وخالد بن صالح، وفي التابل باش نلقاو كريم دخيل ورشيد المجلي. وانسي تبدا المقابله بوسيسيون للنجم الرياضي الساحلي في الاتاك.
دونك نشوفوا كيفاش مع ديبي دو ماتش كيفاش باش تدافع ساقيه الزيت والفورمول اللي باش يلعب بها كمال عقاب في الاتاك. مازالت الكره تدور في كما نجم نقولوا جاس نبض ما بين لي دوز ايكيب دومي سونتر نتاع الاخوان اللي تو ديفونس 6-0 6-0 الحمد لله الحمامات ساقيه الزيت. وهذا يا اول هدف غشام غشام اكسيون بدات الكره دارت فيها مليح في الاتاك نتاع النجم الرياضي الساحلي وتوفى في عند دومي سونتر غشام اللي سجل الهدف الاول بعد 30 سكوند يمكن. دونك دور الاتوال اليوم باش تلعب لاتاك رابيد. لاتاك رابيد هي توا من الحاجات نتاع الهوند مودرن. الناس كل توا تلعب لاتاك رابيد اللي عنده السلاح هذايا يكون ديما اقوى والبونتو يكون ساهل. دونك من احسن حاجات اللي يلعب لاتاك رابيد. نتصور ساقيه الزيت باش تحاول تطيح الريتم اذا الاتوال مطلع الريتم وباش تحاول تلعب على الريتم نتاعها. فوالا دونك نشوفوا يظهر لي في الديفونس نتاع الاتوال كيما اختار عاصم باش يلعب 6-0 يظهر لي حتى كمال عقاب باش يلعب 6-0 ولهنا تير راتي من اشرف المرغلي باش ترجع بها البوسيسيون. قلنا ديفونس تاع ساقيه تاع الاتوال باش تلعب 6-0 يظهر لي نشوفوا دو ديفونس ايدونتيك. كيف 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 ولهنا فوالا اول تبدل هو الحركيه نتاع الدفاع تختلف من فريق الاخر. فوالا دونك ترانزيسيون رابيد وتضيع الكره يظهر لي كيما حكينا الاتاك نتاع الاتوال باش تكون باش يلعبوا الاتاك رابيد. ديجا شفنا حتى في بعد الاكسيون الاولانيه ديريكت دو تروا باس وديكلانش الاتاك. هو ديكلانش الاتاك ديريكت ما كيلقى سوليسيون باش يتيري باش اذا لقى سوليسيون فيسا يلزم الديفونس نتاع ساقيه الزيت يكون اصعب من هكا للاتوال باش ينجم يجاريه في الماتش. فوالا دونك كانت في الاكسيون اللي قبل هذايا اول تصدي للسوسي مروان السوسي يعمل اول اري عنده في الماتش. يعني ترجع الاتاك يظهر لي تو باش يلعب اتاك بلاسي ويكمل بالاستراتيجيه اللي كان عملها كمال عقاب. نشوفوا لهنا الكروزمون قاعدين يسيروا نضال العمري يلعب مع درمول توصل غشام رفيق باشا يربح الفوت ديفونس سوليد يظهر لي تو من ساقيه الزيت على اتاك بلاسي. خير من الاتاك الاخرى الديفونس تحسنت تحركوا اكثر. نشوفوا في ديفونس 06 زون ولا لهنا سا كونفيرم كلامك اللي تقصت الكره ولهنا كونتر اتاك لساقيه الزيت والهدف الاول الهدف الاول على عند غسان التومي. غسان التومي في الترانزيسيون يظهر لي لعب الكونتر اتاك اول كونتر اتاك في المقابله. غسان التومي يعطي البروميير بوان لساقيه الزيت 1-1 بعد 3 دقائق 10 ثواني من ديبيو. لهنا تتقص الكره وفما 9 متر واول ورقه صفراء في الماتش اول ورقه صفراء لمجدي الهلالي. مباراه واعده ظاهرة تحركت الديفونس توا ولات قصوا زوز كور وطلعوا ماركيو زوز كور سهلين. الحركيه نتاع الديفونس هي اللي تعطي القوه نتاع الفريق. قاعدين يعملوا في سيرنوم برشيره الكوره يتحركوا زين لهنا توصل لرفيق باشا ما يضيعش ما يضيعش باشا ويعطي دوزان للاتوال. يظهر لي الكره دارت مليح في الاتاك نتاع الاتوال وصار الديكالاج وصلت الكره للليل ورفيق باشا ما يضيعش من لي سيتياسيون هذه. ترجع الاتاك بوسيسيون لساقيه الزيت عند محمد بن غانم دومي سونتر ساقيه الزيت اليوم يبدا به عاصم حماد المقابله. دور الكره نستناو ديكلونشمون دلاتاك. لهنا البيفو يخرج من ساقيه الزيت باش نشوفوا استراتيجي كيفاش دو بيفو فوالا يلعبون دو بيفو يحاول يطيح الديفونس باش يجيبوا الاكثريه يلعبوا على البيفو يلعب على البيفو ولهنا توصل الكره لليل ويضيع 7 متر ديفونس اون زون 7 متر 7 متر مره اخرى. غسان التومي يلقى روحه فاسو غارديان المره الاولى سجل في الكونتر اتاك المره هذه يجيب 7 متر 7 متر. مجدي الهلالي ياخذ الكره ومن بعد يعطيها لرامي سويد. رامي سويد قدامه سليم البريني اول 7 متر في المقابله ويسجل ويسجل سويد ويعطي 2-2 بعد 5 دقائق بالضبط من ديبيو دو ماتش.
كيفاش تشوف اللعبه كوتش؟ بعد 5 دقائق يظهر لي لي دوز ايكيب بداو يحطوا في ساقيهم على الباركي ويفهموا في اللعب نتاعهم. دخلوا في اللعبه وكما قلت لك ساقيه الزيت مامنه بروحها قاعده تلعب ديفونس سوليد، ليتوال كيف كيف قاعده تلعب تشد في الكوره، يخدموا في دي موفمون باهين. ولا كيما نشوفوا الكره توا نضال العمري يوصل الكره ما توصلش للبيفو ترجع له، قاعدين يفركسوا في البيفو برشا، ترجع عند غشام، غشام يوصل للبيفو ممتازه ممتازه و 7 متر 7 متر ديفونس اون زون. مره اخرى الكره الاولانيه كانت كوتي ساقيه الزيت، المره هذه من كوتي النجم الرياضي الساحلي. الديفونس قاعده تطلع برشا تاع ساقيه الزيت والبيفو قاعد يقسم يا اخو يربح في الاسباس وقاعدين يوصلوا له في الكره ويتسدى ممتازه ياسر. اول تصدي في 7 متر وصلوا الدوزيام اري بالنسبه لجارديان مروان السوسي، كان عمل لاري الاولاني سور اتاك بلاسي، المره هذه على 7 متر يقف قدام 21 من النجم الرياضي الساحلي عصام رزيقي، ضيع وترجع البوسيسيون للنجم الساحلي. غشام اريير جوش اليوم ونضال العمري اريير دروا، نضال العمري وديع مرشي مرشي وتوصل الكره للساقيه الزيت، حبوا يعملوا الكونتر اتاك لكن ما نجحوش، لهنا يطالبوا باساج اون فورس لي وترجع للنجم الرياضي الساحلي، توصل الغشام الكونتر اتاك، عصام رزيقو ينجح ينجح يصلح ال 6 متر اللي ضيعها عصام رزيق ويعطي 3-2 للنجم الرياضي الساحلي بعد 7 دقائق. كانت ضيعت الكونتر اتاك ساقيه الزيت لطوال تعمل هي بيدا كونتر اتاك ويسجل عصام رزيق. فما ريتم باهي، الفرق الزوز قاعدين يجريو قاعدين يلعبوا في الترانزيسيون قاعدين يلعبوا في الجو رابيد، باش نشوفوا ريتم باهي ان شاء الله في بقيه الماتش. مجدي الهلالي دومي سونتر توا يلعب مع البيفو اللي يخرج، محمد غازي مميش باقي كرة عند ساقية الزيت باهية توصل لليل وزون زون كان موجود ساقو في المنطقة وترجع البوسيسيون للنجم الرياضي الساحلي، توصل للبيفو وينجح المرة هذه ياسين زعتير ينجح. استغلوا الدفاع مازال ما تنظمش، الدفاع مش واقف بالكدا، استغلوا الفرصة وعملوا سير نومبر وصلوا كرة بيفو. هذاك هي قوة الجو رابيد وترانزيسيون تاتاكي الديفونس وهي مازالت مش منظمة، مازال ما وقفوش بالكدا. هنا يظهر لي كمال عقاب قاري مليح الديفونس نتاع ساقية الزيت، خاطر كما لاحظنا من الأول ديريكت لتوال بدات بالجو رابيد، دونك قاري اللي يمكن فما مشكلة في البلاسمون عند النجم الساحلي عند ساقية الزيت. لهنا النجم الساحلي يقص الكرة، نشوفوا الكونتر اتاك ومرة أخرى ينجح ينجح مرة أخرى عصام رزيق ينجح ويعطي أول مرة بلوس 3 للإتوال في الماتش بعد 8 دقائق 30 ثانية. وكنا نحكي وقلنا كمال عقاب يظهر لي قاري مليح ساقية الزيت اليوم. أكيد أكيد باش يقرا ساقية الزيت يحضر، المشكلة تو في الأتاك تاع ساقية الزيت ناقصة شوية كونتينيتي، مش قاعدين يكملوا في الأتاك، مش قاعدين يختاروا في الحلول الصحيحة، قاعدين يزربوا قاعدين يخدموا في اكثريه على اشرف المرغلي باش يجي يشوت وتضيع مره اخرى. لهنا نشوفوا مونك دو كونسونتراسيون يخلي يعطي الباس للديفونسور ديريكتومون وينجح مره اخرى عصام رزيق، 3 بوان سكسيسيف لعصام رزيق بعد ما ضيع البينالتي. ولهنا اول تومور في المقابله يلقى روحه عاصم حماد وبليجي باش ياخذ التومور، خاطر ليطوال بدات تاخذ في سكور بلوس 4 بعد يظهر يمكن قريب 10 دقائق يلزمو ياخذ تومور. لازم ياخذ تومور، سكور طلع 4 بونتو، فما حاجه مش ماشيه في الاتاك بتاع ساقيه الزيت والربلي ديفونسيف، على خاطر نفس الشيره اللي تماركت منها الاكثريه اللي كونتر اتاك كلها شيره عصام رزيق، دونك فما شيره عصام رزيق ما فماش رجوع باهي في الديفونس. غسان التومي معناتها في الليل يظهر لي فما جويل فما بطء شويه فما ايزيتاسيون في الرجوع، دونك يلزمهم يحضروا رواحهم في الرجوع سيرتو من هنا شيره عصام رزيق. فوالا يوفى التومور وباش يرجع بوسيسيون للنجم ساقيه الزيت بلوتو افيك بلوس 4 ليتوال.
نشوفوا شنو باش يعمل وكيفاش باش يبدل. عاصم حماد مدرب المصري، قلنا ديوال في البنك اليوم ما بين عاصم حماد المصري وكمال عقاب المدرب الجزائري بور لو مومون. وبعد 9 دقائق لعب كمال عقاب متفوق، نشوفوه ديجا فما سيرينيتي كبيره، كلم كبير على كمال عقاب في ديبي الماتش هذايا. ترجع البوسيسيون للساقي تزيد، نشوفوا كيف باش يتعاملوا مع المقابله. المرغلي يوصل الكره وما ينجحش ويربح 9 متر. مجدي هلالي ديفونس سوليد من ليتوال، يظل صعيب باش يتعدى من الوسط. ساقي تزيد صعيب باش يتعدى من الوسط، يلزم يلعب على شويه على ليزيلي نتاعو. حسب ما شفنا ليلي عنده دي كاليتي باهين، ليلي غوش بالاخص، عنده ليلي دروا كيف كيف مش خايب، دونك يلعبوا شويه على ال فوالا ريبريز لهنا. يظهر لي فما مونك دو كونسونتراسيون مارشي بلوتو، فما مونك دو كونسونتراسيون يظهر لي من ساقي تزيد، ناقص بالاخص في تنظيم الهجمه، ناقص في تنظيم الهجمه، مش قاعدين ينظموا بالكدا في الهجمه. كما قلت لك فما تسرع، فما ما فماش كونتينيتي في الاتاك، يلزم يزيدوا يصبروا شويه لين يلقاو الحل الانسب باش تتشاط فيه الكره. لهنا ترجع الاتاك للنجم الرياضي الساحلي في الاورغانيزاسيون درمول، ملاعبي واعد، ملاعبي عنده ما يقول في روحه، توصل ممتازه ياسر، ممتازه ياسر، الباس من عصام رزيق ياسين زعتير على الزون، البيفو يخدم مليح فوالا. ساقي تزيد ياسين زعتير مستغل بدنه وقوته، قاعد يربح في برشا في الديوال غاديك في الديفونس. لهنا يبدا يتحرك عاصم حماد، يهبط المزوغي، وائل المزوغي بشوفوه شنو باش يعمل في بلاصه مجدي الهلالي، باش يحاول يبدا لي شونجمون نتاعو، ويبدا سورتو لي شونجمون تكتيك في الاتاك. لهنا ممتازه وتوصل وطوفة، لهنا يظهر لي ان شونجمون بيون على الاكستيريور. على الاكستيريور كما قلنا احنا، فات على الاكستيريور الكره، ديفونس قويه في الوسط برشا، دونك يلزمك تلعب على الاكستيريور، انترفال بين ان ودو ولا ليزيلي توف عليهم، دونك هذاك الحل توا منا ومنا في الديفونس تاع ليتوال. ويظهر لي قرا اللعبه مليح عاصم حماد، الدخول نتاع المزوغي ديريكتومون لقى الحل ولقى لوبورتينيتي بسي شازي. وي دخل المزوغي لاعب واعد ولد الترجي الرياضي التونسي، عنده دي كاليتي باهين. لهنا يحاول يوصل والرغرة درمول للبيفو، تتقص المرة هذه ونشوفوا شو يزفر، يزفر فوت على درمول، فوت على درمول. توا حسب رأيي كان يعرفوا يلعبوا مع البيفو في الديفونس ساقية الزيت باش يعملوا برشا مشاكل للإتوال، خاطر البيفو توا اللي هو البوان فور نتاع الإتوال في الأتاك بلاسي. يلزم اكثر كونتورنمون عليه، يلزم يعرفوا يلعبوا طلوع، يلزم يقرا الانتونسيون تاع البازارير بالاخص، اللي مش مخطر ما لازمش تطلع عليه، كان كيبدا مخطر وتعرف كيفاش تكونتورني البيفو من بعد. فوالا دونك لهنا باش ترجع البوسيسيون ب 9 متر ساقي تزيد، ماميش بيفو ساقي تزيد يظهر لي يلزم يخدم مليح. سي فري قدامو دو ديفونسور دو تاي، يظهر لي كي نحكيو على الهمامي حمدي يظهر لي وياسين زعتير، يظهر لي دو ديفونسور دو تاي قدامو. ممتاز الباس لهنا، ممتاز ياسر، يجاوب سليم البريني، كانت حلوه الباس والفينيسيون، لكن سليم البريني يعمل اكسبلوا ضيعها. اما هذاك الحل كما قلنا احنا، الحل الاكستيرير، فما برشا سباس الاكستيرير، الديفونس تتحرك، قاعده تتحرك بالكدا نتاع ليتوال، وفما الحل نتاع الاكستيرير، وفما الحل نتاع لي رونفيرسمون زاده، خاطر ليتوال قاعدين يتحركوا بالعرض، مش قاعدين يخرجوا برشا، يتحركوا بالعرض، دونك الحل نتاع البلوكاج والرونفيرسمون يمشي بالكدا. فوالا دونك لهنا ترجع الكرة عند غشيم، توصل درمول العمري، يواصل لليل، والمرة هذه على الترونسفيرسال وزون ترونسفيرسال، كانت من عصام رزيق يفشل بعد ترواز زاكسيون ريوسيت، يخسر المرة هذه. ولهنا فما فوت، ساقية الزيت تلعب رابيدمون، توصل لليل مرة أخرى وينجح المرة هذه، استغلوا ينجح جمال نجاح نتاع التغيير ديريكت، لعبوا سوبر تي نيميريك ديريكت، لقاو الحل
لهنا نوهوا باللي فما قاعد يصير شونجمون بالنسبه للنجم الساحلي ما بين لاتاك ديفونس ما بين دارمول افكتيفمون والهمامي دونك ساقيت الزيت استغلوا الشونجمون هذا لقاو الفاي ويسجلوا ويرجعوا موان 3 بوسيسيون للنجم الرزادي الساحلي 14 دقيقه 12 ثانيه ونضال العمري ممتاز نضال يطلع ويضرب من وسط الديفونس ويعطي البلوس 4 مره اخرى للاتوال 8-4 يظهر لي النجم الساحلي حتى كان تقوى الديفونس نتاع ساقيت الزيت يظهر لي فما تروازي ليمون قويين اللي قاعدين يلعبوا درمول غشام والعمري دونك السوليسيون تتلقى فاسيلمون بالنسبه للنجم في الهجوم. بيان سور كي تعرف كي عندك بازارير بالاخص تتحرك بالكدا وتعرف كيفاش تلعب والبريز دو ديسيجن تكون صحيحه دونك لاتاك تكون ساهل باش تماركي. لهنا لاتاك ساقيت الزيت بالنسبه للاتوال فما 10 قاعد يسخن انور بن عبد الله بالنسبه لساقيت الزيت رضوان هميله ورامي سيود قاعدين يسخنوا دونك دويل ما بين لي دو زونترينور على البنك قاعد يمشي مليح ولهنا كما قلنا صعيب باش تتعدى من ديفونس النجم الرياضي الساحلي والاكسيون الاخرانيه تفسر هذا ولهنا ينجح المزوغي المره هذه لقى سباس ما بين ليل ولاريير وسجل هذاك اللي كنا نحكيو فيه يظهر لي صعيب باش تتعدى من وسط الديفونس نتاع ليتوال يظهر لي سوليسيون ما بين البوست 1 و 2 هذاك اللي قلنا عليه دونك مشاو فيه ربح الدويل توا بن غانم جاب نضال العمري ولات فما سور نومبر دونك لقى الاسباس بين 1 و 2 ودخل الماركه في الانترفال. فوالا لهنا تقف اللعبه من التابل نشوفوا شنو هو الديسيزيون يظهر لي فما بليسور نضال العمري يظهر لي فوالا 2 مينوت نضال العمري غلطه في الشونجمون غلطه في الشونجمون اول 2 مينوت في المقابله باش ترجع البوسيسيون لساقيت الزيت بانفيريوريتي نوميريك ليتوال يظهر لي اول مره نتحطوا في السيتياسيون هذايا باش نشوفوا كيف باش يتعامل كامل عقاب وحماد مع السيتياسيون هذايا بوسيسيون لساقيت الزيت عادوا فكروكم سكور 8-5 افيك اون بوسيسيون لساقيت الزيت فوالا هما ديجا موان 3 توا الكره هذيا تنجم ترجعك موان 2 وترجعك في الماتش بعد ما كنت موان 4 سورتو 15 مينوت تعداو من ديبي دو ماتش كره دور لهنا يظهر لي كان باش نحكيو الهوند بال ديكول الكره لازم توفى عليه ممتازه الباس ممتازه ياسر الباس توفى عند مميش يسجل يظهر لي اول مره يسجل ساقيت الزيت من البيفو في الموفمون هذا مشى من الاول الموفمون لاتيرال وائل المزوغي عرف كيفاش ياتاكي اون بروفوندور لقى غازي مميش وحده وصل الكرة اكسيون حلوه الباس حلوه يظهر لي اكسيون كيما هذه يلزمها ملاعب قوي مونتالمون سورتو في البريز دينيسياتيف علاش؟ على خاطر نعرفوا في الانفيريوريتي نوميريك في الهوند وتنجم تصلح لي كوتش الاكسيون تلزم 90% في الانفيريوريتي نوميريك توفى على علال لهنا كانت الباس لومينوز من عنده ويسجل لهنا قلنا الاكسيون الاخرى ما وصلتش للليل بار كونتر وصلت للبيفو اللي هي صعيبه الاكسيون لهنا باش نوريك مش شرط توفى على الليل هي الحل عندك برشا حلول اما هي شنو الديفونس نورمالمون تخليك توفى في الليل تخليك توفى في الليل تحاول تسكر الوسط باش تعطي اكثر شانس للجارديان افكتيفمون هذا اللي صار لكن في ساقيه الزيت الاكسيون وفات على البيفو عند مميش والباس لومينوز من لوبزوغي كما قلنا يعطيه الساحه ولهنا النجم الساحلي كما قلنا باش نشوفوا كمال عقاب كيفاش باش يتعامل مع الانفيريوريتي نوميريك يظهر لي الاستراتيجيه اللي قاعدين يلعبوا فيها توا في العالم الكل بريسك يخرج جارديان ياخذ الريسك معناتها كي باش يخرج جارديان كما شفنا في الكونتر اتاك تقصد الكره ديريكت تماركيت لكن يعطيه سوليسيون في الاتاك زاد هي توا ما عادش ريسك ولات كي تعرف تخدمها بالكدا ما تحسش به الريسك اللي خذاه يلزم يعرفوا وين باش توفى الاتاك بالضبط وين الشانجمون اللي باش يصير مع الجارديان دونك نورمالمون هنا باش يصير سيرة عصام رزيق الشانجمون الديفونس كيف يلزمها تلزهم باش توفى الاتاك من شيرة عصام رزيق باش ينجموا ياخذوا الكره ويعطلوا الشانجمون حتى كانت ماركه بونت ونجم يلعبوا في ساعه يخلطوا على الكاش فير فوالا لهنا اللعبه كانت واقفه فما ورقه صفراء للبنك نتاع ليتوال ترجع به المقابله ويرجع ساقيت الزيت موانزان بعد ما كان موانكات يظهر لي لي دو مينوت كانوا بيونت وممتازه لهنا
باهيه ياسر من غشي مالغري المحاوله نتاع مروان السوسي لكن نجح باش يسجل اون انفيريوريتي نوميريك النجم الساحلي يرجع بلوس دو بوسيسيون للساقيه الزيد انور بن عبد الله في بلاصه ودخول انور بن عبد الله لهنا لان باش يدخل محمد بن غانم في اول ما رجعت الكره وكما قلنا لكم رامي سويد بعد ما كان يسخن رامي سويد بلوتو دخل سجل 6 متر قبيله توا يهبط باش يلعب علال في بلاصه غسان تومي دور مليح الكره في اتاك ساقيه الزيت شوفوا شو يعملوا ديفونس سوليد كما قلنا من الاطوال تير ارا تير ما تنجحش فايق فايق سليم البريني ترجع البوسيسيون لساقيه الزيت دور الكره مليح توصل محمد بن غانم باش يضرب يربح الفوت يربح الفوت قدام ياسين زعتير ودو مينوت ثاني دو مينوت مازال كي كمل النجم الرياضي الساحلي يلقى روحه مره اخرى اون انفيريوريتي نوميريك كان فما تيراج دو مايو من زعتير باش يخرج وباش تلقى روحها ليتوال مره اخرى اون انفيريوريتي وساقيه الزيت اون سوبيريوريتي قبيله كانت موان 4 رجعت موان 1 بريسك نشوفوا توا كيفاش باش يكون المردود توصل الكره لهنا لكروازمون قاعدين يسيروا نفس الاكسيون يدور المره هذه توفى على الزون وممتازه ممتازه من سليم البريني تتفك الكره تتفك ترجع ومرة أخرى سليم البريني سليم البريني واقف وحده قدام لاتاك نتاع ساقيه الزيت في الاكسيون الأخرى يظهر لي مرة أخرى يحاولوا يوفيو على الزون على شيرة البيفو ومرة أخرى لي دويل أن كونتر أن سليم البريني يكون ديسيزيف قاعد يتصدى مرتين على بعضهم حارس ظاهر حاضر اختياره كي بدا من الأول هو كان صعب قلت لك يعرف شو يعمل المدرب كي يختار يعرف ليفيكتيف نتاعو مليح كمال عقاب دار اكيد 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 فوالا دونك لهنا فما شونجمون صار يهبط غازي بالغالي في البيفو بعد ما كان خرج ياسين زعتير دو مينوت دونك لهنا الجارديان خرج ويهبط غازي بن غالي الارير دروا بالنسبه للنجم الرياضي الساحلي توا موجود انور بن عبد الله خرج نضال العمري بعد الاصابه صغيره اللي كانت عرض لها دونك نلقاو في الفرونت اتاك فما درمول بن عبد الله وغشام توصل الكره البلغالي ويجاوب يجاوب مروان السوسي ان كونتران عزون مروان السوسي يلقى الفريشور فيزيك باش ينحي الكره هذيا ويعطي بوسيسيون ساقيه الزيت عملوا دخول نتاع دوزيام بيفو حطوا الارير في سيتياسيون نتاع دو كونتر دو مع البيفو وينجح ونجحوا فيها ينجح جمال نجاح ونجحوا فيها وصلت كره البيفو اما البيفو ضيعها ولهنا يجاوب ساقيه الزيت كما قلنا لهنا المره هذه يختار باش يكمل الاكسيون على جمال نجيح في الليل اغاله المره هذه سليم البريني ويعطي نفويت الليتوال بعد 20 دقيقه 25 ثانيه من الديبيو نتاع البريمير ميتون فكروكم الكادر نتاع المقابله هذه نصف نهائي البطوله من قاعه رادس المقابله تتلعب على ماتش واحد معناها اللي باش يربح باش يلقى روحه في الفينال درمول يحاول يوصل بن غالي ويربح ال 9 متر لهنا يظهر لي ولات كساحة أكثر الديفونس نتاع ساقية الزيت سي فري ليتوال اون انفيريوريتي نوميريك لكن يلعب في الأتاك كامل عندهم فرصة هما زايدين باش يرجعوا في سكور وياخذوا أما لهنا ينجح أنور بن عبد الله يظهر لي اللي هبط على خاطره الى اكومبلي الميسيون نتاعو يظهر لي هبط وقت اللي اون انفيريوريتي نوميريك باش يلقى سوليسيون سي فري فما البليسور نتاع نضال العمري لكن ديجا كنا شفناه يسخن من قبيله بن عبد الله دونك كان باش يهبط افيكتيفمون لهنا يلقى الفاي كيما شفنا في لاتاك تاع ساقيه الزيت ما بين البوست 1 و 2 لهنا بن عبد الله يظهر يلقى الامام فاي ويسجل اي كيف كيف دو ديفونس كيف كيف دونك لي فاي باش تلقاهم بريسك كيف كيف الاتاك الاكستيريور هو من الحل من الحلول اللي تلقاها ضد 6-0 ولهنا ممتازه ياسر ممتازه ياسر محمد بن غانم يعمل الفانت قدام ديفونس ليتوال ويلقى روحه ان كونتر قدام الجارديان ويسجل لهنا بن عبد الله يربح الفوت صار كما نقولوها احنا صار ان بلوك جليس ان بلوك جليس ورونفيرسمون عكس البيفو مع الدومي سونتر دو تيل فاسون ضيعوا الحساب نتاع الديفونس باش نجموا يخترقوها فوالا دونك لهنا تومور يطلبوا المره هذه كمال عقاب بعد ما كان تلب عاصم حماد التومور الاولاني في البلوس 4 للايطوال هنا ترجع ساقيه الزيت موان 1
يطلب كمال عقاب الشونجمون. يظهر لي كنا قبيله حكينا كوتش على قبل ما يبدا الماتش على الاربع فرق المتواجدين توا في الدومي فينال اللي هما ليتوال وساقي تزيد قدامنا توا طرح اللي من بعد ليسبيرونس والحمامات. يظهر لي ما فماش مفاجات كبيره كي نحكيو على الانسومبل نتاع السيزون. علاش؟ خاطر الاربعه اللي قدامنا توا باش نلقاهم زاد الاربعه في الدومي فينال نتاع الكوب. دونك فما كونستونس فوالا في المفاجات. الفرق هذوما عندهم استقرار فني وعندهم استقرار اداري سورتو قاعدين يخدموا وهما لي فافوري. دونك لقيناهم ما لقيناش مفاجاه فوالا. دونك ترجع المفاجاه الوحيده بتاتر خروج النادي الافريقي اللي يمر بازمه كبيره. هذيك المفاجاه اللي نعرفه الافريقي ديما موجود في الـ في الـ في المربع هذا. افكتيفمون هما دابيتود اللي نعرفوهم في الهون. زاده نجموا نحكيوا على المكارم المهديه اللي مش موجوده زاده. حتى المكارم مش موجوده. ما احنا حكينا كي قلنا على الانسومبل نتاع السيزون كانت ظاهره من الاول ديجا الاربعه هذوما باش يكونوا. على المكارم السيزون هذايا عامله سياسه تشبيب قاعده تبدل. عندهم ايكيب باهيه، عندهم يخدموا قاعدين في لي جون نتاعهم، عندهم دي جون باهين. دونك عملوا اون اني ترانزيتوار باش يبدلوا يكونوا فريق اخر. وباهيه ينجح لهنا درمول. كانت ديفونس سوليد من ساقيت الزيت في الاكسيون الاخرى، لكن درمول كما قلنا جون تالون يظهر لي قاعد يكونفيرمي محمد امين درمول في المردود نتاعو على السيزون كامله. يظهر لي بالاكسيون الاخرانيه لقى سوليسيون وحده. يظهر لي ملاعبي عنده شان كبير. ملاعبي تالونتيو كان بدا يكبر في لعبه، بدا يكبر ابري تو جوار انترناسيونال يلعب كيب ناسيونال سينيور. دونك يلزمو توا وقته باش يظهر ويبرهن اللي هو جوار كبير. ولا والناس كل تستنى فيه. دونك حكيت على ليكيب ناسيونال كوتش نفكروكم ولا بالنسبه للتواجد اليوم موجود لونترينور نتاع ليكيب ناسيونال سامي سعيدي الكوتش موجود يتفرج في المقابله هذه صحبه عمر خضيره. يظهر لي فما ثقه من البيرو فيدرال نتاع الجامعه التونسيه لكره اليد في الاطار الفني التونسي انه قادر باش يقود ليكيب ناسيونال كي نلقاو المدرب والمساعد التوانسه. عندنا برشا ما شفناش حاجه هكا. حاجه تفرح مش برشا ما عندناش برشا. كان فما حافظ الزويبي كان يدرب هو في الفريق قبل توني جيرونا. اما احنا عندنا ثقه. انا كمدرب ديما نشجع الاطار التونسي والاطار التونسي كفء نعطيه فرصته ونشجعوه ونحاولوا باش ننجحوا بالاطار نتاعنا خاطر نجموا. عندنا الامكانيات وعندنا الاطر الفنيه اللي تنجح الفرق التونسيه والمنتخبات ان شاء الله. دونك نرجعوا للمقابله نتاعنا وين فما النجم الرياضي الساحلي متفوق ب 11-10. يظهر لي وقت اللي كنا نحكيو على ليكيب ناسيونال وعلى الاطار الفني صاروا دوز اكسيون. ساقيت الزيت كانت سجلت رجعت موانزان وكان عندها لوبورتونيتي باش تعمل ليغاليتي في سبور بعد ما صار في سكور بعد ما صارت الباساج اون فورس من رفيق باشا. الجارديان مروان السوسي حاب يعمل الكونتر اتاك رابيد لكن تقصت الكره وترجع للنجم الساحلي ضيع ساقيت الزيت فرصه التعادل. وهنا مره اخرى ممتاز ممتاز مروان السوسي يتصدى ويعطي لوبورتونيتي تاع التعادل. هنا يدخل وحده و 7 متر ديفونس اون زون 7 متر. محمد بن غانم ياخذ الانيسياتيف وحده يدخل ويربح ال 7 متر مالغري مونسيون سبيسيال سليم البريني اللي كان تصدى للكره. لكن فما ديفونس اون زون لهنا شونجمون دو غارديان. محمد صالح ابراهيم يهبط ورامي سويد باش يضرب. كان سجل الاولانيه نشوفه في الثانيه. ابراهيم قدام سويد لهنا لونجو فما ايغاليتي لساقيت الزيت ويتسدى يتسدى وينجح متابعه من رامي سويد لهنا. برافو لمحمد صالح ابراهيم اللي تسدى وبرافو رامي سويد وسي على الكونسنتراسيون نتاعو. ترجع ايغاليتي 11-11 قبل 4 دقائق 45 ثانيه. يظهر لي ساقيت الزيت ما سلموش بعد ما هرب عليهم السكور بلس 4. بالحق ما شدوا صحيح ورجعوا في اللعبه.
باهي معناتها باش تقعد اللعبه حلوه. نتصور احنا كمتابعين لكره اليد نحبوا اللعبه تكون سيري ونحبوا اللعبه تكون فيها تنافس كبير. هذاك اللي هذيك حلاوه كره اليد. لهنا الحكام باش يتناقشوا، كانت فما يظهر لي بوسيبيليتي نتاع دو مينوت على ميميش، لكن بعد ما حكاو الحكام يعطيو 7 متر بركة للنجم الرياضي الساحلي. 11-11 و 7 متر لفيق باشا قدام مروان السوسي. نشوفوا رفيق باشا سبيسياليست يظهر لي في لي 7 متر. لهنا عاصم ما يشوازي باش يخلي الجارديان، ما فماش شونجمون دو جارديان. ورفيق باشا ينجح رفيق باشا بحذايا لهنا الكوتش قبل ما تصير ال 7 متر غالي راه باش يحطها في الكوتي هذا ظاهره. دونك يعمل رفيق باشا السبيسيال اللي مستانس بها ويسجل ويعطي ان بوان ديكار للنجم الرياضي الساحلي 12-11. يظهر لي كان تفسر لنا كوتش فما دي زونترونور في الهوندبال يقول لك وقت اللي يبدا الجارديان ماشي مليح ما يخليهش في 7 متر باش تبقى عنده الكونفيونس يهبط الدوزيام جارديان ديجا. لا هو صار النجم الساحلي تماركاو سقيت زيد 2-7 متر فوالا. دونك في الثالثه الى شوازي باش يبدل الجارديان وينجح سويد. كنا فوالا هذاك هو معناتها فما اونترونور يشوازي باش يخلي الجارديان تاعو. هذاك اللي عمل صديق قيت الزيت توا ما خرجش مروان وتسجلت من رفيق باشا. يدور لي خبره كبيره جور انترناسيونال ولد الحمامات تعدى بالنادي الافريقي ويلقى روحه في النجم الرياضي منزل تميم. تعرف في جمعيه الحمامات؟ هو تعرف في جمعيه الحمامات ومنزل تميم لعب في الليجان في النادي الافريقي ومن بعد مشى للحمامات وغادي وين تعرف فوالا رجع للنادي الافريقي وتوا يلقى روحه في النجم الرياضي الساحلي ويتسدى مش مقصر. نحاولوا كان نجمنا ناخذوا لي ستاتيستيك في الميتون. يظهر لي قاعد مخلى جمعيته في الطرح قاعد يصلح في اغلاط الديفونس بالقدام يعني قاعد وين فما فاي هو يصلح. وهذاك الرول نتاع الجارديان فوالا هذاك الرول نتاع الجارديان بنعرفه في الهوندبول باش تعمل جمعيه نتاع تيترويات وجمعيه كاسحه يلزمك من الباز يكون عندك جارديان كبير وهذا اللي قاعدين نشوفوا فيه. وهذا شي يجاوب سليم البريني. كانت اكسيون باش ياخذ فيها سقيت الزيت الفارق اول مره في المقابله. سليم البريني يقول لي يظهر لي فما ان دويل دو جارديان في الشوط الاول. هاي الشوط الاول لي دو جارديان قاعدين يوريو في مردود باهي قاعدين يغطيو على اصحابهم في لي فوت ديفونسيف. لي فوت ديفونسيف قاعدين ينحيو حتى ولا قدامنا لهنا طلع ضرب بن عبد الله من وسط ديفونس لكن قاري مليح. ولهنا اول افونتاج في المقابله الساقط الزيت اول افونتاج مجدي الهلالي يعطي اول افونتاج للساقط الزيت في المقابله. لهنا يقف الوقت ودقيقتين للبنك النجم الرياضي الساحلي. لهنا التابل تعطي دقيقتين بعد الورقه الصفراء الاولى. لهنا دقيقتين للبنك بتاع النجم الرياضي الساحلي. يظهر لي سابيز لور لي دو مينوت شفنا خذا مرتين في دقيقتين ورا بعضهم النجم الرياضي الساحلي يرجع من بلوس كات ليغاليتي وتوا اون انفيريوريتي نوميريك وخاسر. خاسر دوك ودخلنا في الوقت الذهبي كما نقولوا احنا في الشوط الاول. مازالوا دقيقتين زوج ثواني فوالا. دقيقتين زوج ثواني. دونك سقيت الزيت تنجم تستغل الموقف هذا لو ماكسيموم معناتها تنجم تخرج بسكور نتاع 2-0 ولا 1-0 في الدو مينيت هذوما. دونك تلقى روحها رابحه 2 بوان ولا 3 بوان في الميتون فوالا. وهذاك هو نقولوا معناتها سورتو في الديبيو دو ماتش مهما يطلع السكور المقابله ما تلعبتش كما شفنا ساقيت الزيت من موانكات قدام النجم الرياضي الساحلي اللي هو ادفرسير دو كاليبر. نقولوا نعرفوا الناس الكل يرجع ليغاليتي وياخذ الفارق وتوا البوسيسيون عند النجم الرياضي الساحلي. نشوفوا كيفاه باش يتعامل درمول غشام وبن عبد الله رفيق باشا في الليل ومعاه عصام ارزيق وبن غالي حاولوا يوصلوا الكره. تلقى الكره عند غشام يدور ويربح ال 9 متر. عاودوها نفس الاكسيون يدخل درمول دوزيام بيفو ديريكت يخرج ويحطوا لوي مخلوف في سيتياسيون تاع دو كونتر دو مع البيفو.
نجحوا فيها المرة الأخرى لاتاك الأخرى، دونك المرة هذه ما قراوا حسابهم الديفونس نتاع ساقيه الزيت ووقفوها، ما خلاوش الكرة توصل للبيفو. لهنا الحكم يطلب المسح نتاع الباركي، ذولي فما شوية عرق في القاعة، دونك السلامة نتاع الملاعبية قبل كل شيء. باش ترجع البوسيسيون للنجم الساحلي، درمول يخرج بن غالي وباش يخرج جملة يرجع الجارديان، ولهنا فما 9 متر دو مينوت ظاهر لي تيراج دو مايو دو مينوت. المجدي الهلالي بدل كمال عقاب، ولا التغيير يخرج البيفو هو اللي يغير ويخلي درمول يحاول باش يخلي شفنا الاولانيه درمول خرج افكتيفمون باش يحاول يخلي درمول في سيتياسيون تاع كونتران، يا اخي لقاها لوي مخلوف وخرج دو مينوت. فوالا دونك دو مينوت، اول دو مينوت في الماتش ساقيت الزيت للمجدي الهلالي. لهنا توصل البيفو ممتازه ياسر، ممتازه ما بين غشام ودرمول، يلقى روحه في الان كونتران درمول. الفويا جو سميوها، هو تمويه باش يعمل روحه، يعمل كروازمون مع البيفو، يكمل البيفو ويطيح بين دو تروا، والدومي سونتر يطيح بين او دو ويمشي بين دو تروا لاريير ويختار السوليسيون، يا يوصل لي يا البيفو الاول يا البيفو الثاني اللي تخلي. ولا اللي يلقى روحه هو درمول المره هذه، وصوصلت كره درمول بين او دو وتماركيت. ولا ترجع ايغاليتي في سكور 13 13 افيك اون ايغاليتي نوميريك، توصل الكرة للين وينجح ليه على ترانسفيرسال المرة هذه من جمال نجاح، كانت اوبورتونيتي لساقيت الزيت، يجاوب رفيق باشا وينجح، ينجح رفيق باشا باش يعطي بلوس 1 قبل 7 سكوند، نجاح ما ينجحش باساج اون فورس، وترجع البوسيسيون للنجم الرياضي الساحلي ويوفى الميتون، يظهر لي كانت اجيتي الفام تاع البريمير ميتون منا ومنا. خل التسرع كما قلنا احنا، حبوا ساقيه الزيت ياخذوا اكثر سكور، طاحوا في البريسيبيتاسيون، طاحوا في البريسيبيتاسيون، ما عرفوش يستحفظوا على اللامبوان هذيك ويزيدوها. دونك انت كي ما تماركيش يتماركالك، تكون انت باش تخرج رابح دو بوان ولا تروا بوان، تلقى روحك خرجت خاسر ان بوان. دونك 14 13 هكا توفى البريمير ميتون من نصف النهائي الاول للبطوله تونس اكابر. النجم الرياضي الساحلي يتقدم بان بوان. يظهر لي كوتش كان تحكينا شويه على الميتون الاول، كيفاش شفت لي دوز اونترينور التعامل نتاعهم مع المقابله والتعامل نتاع الملاعبيه سور الباركي بيان سور. الظاهر اللي زوز مدربين محضرين ماتشهم بالكدا، الدخله نتاع سخيت الزيت ما كانتش باهيه برشا، خذات ليتوال سكور. الحاجه الباهيه اللي قعدوا في اللعبه سخيت الزيت وما خرجوش من اللعبه، دونك عاودوا رجعوا في سكور وعاودوا وخوصلوا خذوا لام بوان، ما عرفوش يستحفظوا عليها في الاخر. هذيك كرة اليد، مره عندي مره عندك، واللي باش يقعد مركز داخل الماتش، خاطر اللعبه بارامو باش تقعد سيري للاخر، هدف بهدف باش تقعد سيري. دونك اللي باش يقعد مركز اكثر هو اللي باش يربح. ميرسي بوكو كوتش، وان شاء الله تكونوا تمتعتوا معنا بالبريمير ميتون هذه اللي كانت فيها نيفو باهي من الهوندبول التونيزيان. نرجعوا لكم ان شاء الله مع الديبيو نتاع الدوزيام ميتون. اوه التعب سيدي الحكي، اش قال لك؟ والله تعب. وليد كمل. دقيقتين غير دقيقتين، عرف كيفاش ياخذها. ذكاء منه، لاعب عنده خبرة، عمل خذا الانيسياتيف وخرج دو مينوت، خلى فريقه يلعب زيد. غشام لهنا يلعب العمري مرة أخرى، مرة أخرى فما دو مينوت مرة أخرى، نفس الأكسيون، نفس الأكسيون، نفس الفوت. لهنا جوست الملاعب يتبدل، اللي هو يظهر لي 10 أنور بلوتو. لا لا لا، نفس حمزة، حمزة فرج، حمزة فرج ياخو دو مينوت. اما نفس اللاعب، نفس الاكسيون، يظل عمري هو اللي تحصل عليه، عمل نفس الاكسيون، هي بيدا سيتي ايدونتيك. هو راه الديفونس اللي يديهم محلوله، يولي يمشي يشير تيديه، وفما شويه الى بروفوكي، الى بروفوكي لا فوت، كيفاش يخرجها صحيح، الى بروفوكي لا فوت ولي دو مينوت. لهنا كوتش، كيفاش تتصور باش يتعامل عاصم حماد مع السيتياسيون هذه اول مره يتحط فيها في المقابله، اون انفيريوريتي نوميريك بزوز ملاعبيه باربعة، توا باش يحاول يفيتي الشوط من الوسط، باش يحاول يدز الليزال،
كل هنا مارشي مارشي يضر فوت تكنيك ماهيش في وقتها من الاتاك نتاع النجم الرياضي الساحلي. انت تلعب بستة ضد أربعة، ما انا ما فهمتش علاش ماشي لان كونترا الوغ كو انت نجم الكرة تدور تنجم تلقى الحل. السور نومبر موجود ديجا لهنا، دي مينوت باش يدخل. لا مش دي مينوت، خرج الجارديان لهنا فوالا اول مرة بن غانم. مازالوا فوالا مازالت دقيقة ودقيقة 5 ثواني ودقيقة 20 ثانية باش يلعب فيهم ناقص. دونك لهنا أول مرة عاصم حماد يختار باش يخرج الجارديان، وين باش توفل فما مارشي والحكم يقول فوت قبل المارشي هذه مالغري كو سجل وائل المزوغي. يتنحالوا لافونتاج وفما لهنا اونتي جو، فوالا عنده اونتي جو. اونتي جو المزوغي يخسر الكرة لا يخلط عليها وباقي البوسيسيون عند ساقية الزيت. لونتي جو مازال وفوت فوت على 31 من نجم الرياضي الساحلي اللي هو حمدي الهمامي. يدور الى هنا لازم باس شوتير، لا ما يشوتش، يشوت ديريكت ماميش شايف. فوالا هو كان ينجم يعطي باس ويشوت ديريكت، لكن هو حاول يشوت ديريكت، يضرب وكونتري كونتري وفوت فوت. ترجع للنجم الرياضي الساحلي نضال العمري ويتسدى مروان السوسي. ممتازة من مروان السوسي قدام نضال العمري. تصدي ثمين ياسر هذاك خلاهم في اللعبة بريسك قاعد وفيه ولد فوالا كوتش. هذاك شنو نقول لك كيفاش تفسر النجم الرياضي الساحلي في دقيقتين معناتها لعبهم 4 كونتر 6 ما سجل حتى هدف. التسرع كما قلت لك بكري غلط في الشواء نتاعو، يعود يفكسي ويسيب الكره. عمل مشى للانكونترا وهو ما فهمش علاش باش يمشي للانكونترا، خاطر ولا السير نومبر موجود. احنا في الانكونترا في الهوند نجيبو نحبوا نعملوا السير نومبر ولا دوك السير نومبر موجود، دونك ما فهمش علاش باش يعمل الانكونترا. ولا لهنا يلقى الديكالاج وتوصل الكره لليل ويسجل جمال نجاح ويعطي اول مره في المقابله بلوس 3 ساقية الزيت قدام النجم الرياضي الساحلي. بعد ما كان في البريمير ميتون بلوس 4 للنجم قدام ساقية الزيت يعمل الكامباك ساقية الزيت، ولهنا 7 متر للنجم الرياضي الساحلي. يظهر لي لو مونفورم في الدوزيام ميتون بالنسبه لطوال نضال العمري، معناتها ايماجينو كان نضال العمري ما كانش في فورما سكور كيفاش باش يكون. قاعد يعمل في الفارق توا في الثلاثه والاربع تاكات الاخرانيين. الحل عند نضال العمري، يلزم ديفونس بتاع ساقيه الزيت تستفيق من شيره نضال العمري ويعاولوا يسكروا عليه بالاخص في الواحد ضد واحد. لهنا جي دو 7 متر رفيق باشا يضرب على الترانسفيرسال وتهبط الكره. الحكم قريب من الاكسيون يقول بونتو للنجم الرياضي الساحلي. 18-16 بعد 12 دقيقة 7 ثواني على ديبيو نتاع الدوزيام ميتون بلوس 2 للساقية الزيت. باقي الاكسيون يظهر لي كمال عقاب مازال شاد في الديفون 5+1 5-1 يلعب في 5-1 لهنا وممتاز ياسر. برافو 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 يا اشرف يا مرغلي. كانت نجم نقولوا دومي فولي الكره ما شافهاش الجارديان سليم البريني ويسجل بها المرغلي النقطه 19-19-16+3 لساقية الزيت قدام النجم الرياضي الساحلي. يظهر لي كمال عقاب كوتش نشوفوه قاعد يحضر في التومور نتاعو. بلوس 3 توا وقت تومور بالاخص كان وينجح ينجح ينجح المرة هذه ياسين زعتير أول مرة يدور لي في الدوزيام ميتون يبارفيان ليتوال باش يتعدى من وسط ديفونس نتاع ساقية الزيت ويلقى البيفو نتاعو. وي عندهم توا مدة قاعدين يلعبوا على شيرة الأكثرية على نضال العمري الحلول غاديكا. سي نورمال باش تتسكر في شيرة باش تتحل في شيرة، دونك لازمك تعرف أنت وين الفيبلاس وين الفاي نتاع الديفونس وتلقاها وتماركي منها. ميرسي بوكو كوتش. نرجعوا للبوسيسيون اللي عند ساقية الزيت توا يضيع على الكرة، كانت حاول يلعب مع مميش في البيفو وينجح لهنا يجاوب البري.
يجاوب البري مهدي ويعطي بلوس 1 لساقيت الزيت. لهنا الكامباك نتاع ليتوال في دوز اكسيون رابيد يرجع من الموان 3 لموان 1. يظهر لي فما بتير لاشمون مونتال صار في الاتاك نتاع ساقيت الزيت. الاتاك نتاع ساقيت الزيت توا لي دوز اتاك لعبوهم من غير موفمون، لعبوا ان جو سبونتاني نتاع واحد يعمل اكسيون انديفيدويال نقولوا اكسيون انديفيدويال ويحاولوا يعملوا كونتينيتي وكاو معناها جو ديريكت ظاهر وينجح. ينجح بن غانم يخرج يظهر لي هرب من الرقابه لهنا فوت فوت ديفونسيف يظهر لي هرب من الماركاج اللي كان معناتها مقدم عليه منير دويري بن غانم ويلقى الفاي يسجل ويعطي نقطة 20 لساقيت الزيت 20 18 قبل 15 دقيقة 25 ثانية على الفام تاع الماتش بلوس 2 ساقيت الزيت بوسيسيون للنجم الرياضي الساحلي نضال العامري ومروان السوسي مرة أخرى. مروان السوسي مرة أخرى واقف قدام ليزاتاك تاع النجم الرياضي الساحلي قدام كما قلنا لومون فور توا في الإطوال نضال العامري قاعد يعطي في كل ما عنده. المرة هذه يلقى قدامه مروان السوسي اللي قاعد يصلح. يظهر لي مروان السوسي ما عادش يصلح في اللي فوت تاع الديفونس نتاعه ولا يصلح مين في اللي فوت تاع الاتاك. لا هي الديفونس تو لازت لازت نضال العمري باش يشوت من بعيد. لي فاي ما فماش برشا دي فاي مسكره ديفونس مسكره طايحين شويه على 6 متر دونك لازوه باش يشوت ويعرفوا اللي عندهم حارس باهي دونك اختاروا باش يخليوه يشوت. ولهنا فوت اوفنسيف نشوفوا 2 مينوت على 51 بلال بلال اللي مازال كيدخل توا فما دز بن غانم هو يربح ال 2 مينوت كانت يظهر لي مونك دو كونسونتراسيون من بلال بلال يخلي فريقه ناقص. الديفونس ليلي نتاع ليتوال قعدوا هما مع الاريير لزهم باش ما يعملوش الكروازمون نتاعهم دونك اللي كان حاسبوا الجوار الكل طاح له في الماء دونك تخل بعضه ما لقاش الحل. فوالا لهنا كمال عقاب في ديل الاستراتيجي نتاعو يخرج الجارديان ويا شوزي باش يلعب كامل في الاتاك. يظهر لي بالنسبه لعاصم حماد كوتش كان توافقني يظهر لي سيت اون استراتيجي بالنسبه لي هو باش يخلي لي زارير نتاع النجم الرياضي الساحلي وسيرتو نضال العمري يشوط من بعيد خاطر يظهر لي عنده كونفيونس في الجارديان نتاعو. عنده كونفيونس نتصور عنده كونفيونس في الجارديان نتاعو. الحكم يقول مارشي لهنا مارشي مارشي من غشام اسامه غشام يعمل مارشي يضيع الاتاك الاخرى يعني تشجيع من نضال العمري جوار ديكسبيريونس ان كادر في ليكيب تاع نجم الرياضي الساحلي يشجع صاحبه مالغري الراتي الاخرى. لهنا باش نشوفوا كيف باش يتعامل في الديفونس كمال عقاب مع الانفيريوريتي نوميريك. دومي سونتر توا محمد بن غانم باش يلقى روحه ليبر ظاهر لي معاه المزوغي ومعاه المرغلي توصل الكره للمرغلي يضرب من اليسار ممتازه ياسر من المرغلي ممتازه من المرغلي اون بلين لوكارن كيما نقولوا ما يلقى حتى حل سليم البريني. ولهنا كيما قلنا كمال عقاب كان يحضر في الطومور نتاعو يلقى روحه عموان تروا افيك اون انفيريوريتي نوميريك شنو تفسر المردود هذا نتاع النجم الرياضي الساحلي وبار كونتر بالطبيعه شنو اللي خلى ساقيت الزيت تلقى الفارق هذا. كما قلنا احنا الاتوال كانت تلعب في جو منظم كانوا يصبروا على الكوره يختاروا لي سوليسيون الاسهل باش يماركيو بهم كي ولاو يدخلوا في البريسيبيتاسيون ولي تير من بعيد بعد 2 ولا 3 باس الديفونس حاضره والجارديان حاضر دونك لقاو جارديان حاضر دونك دخلوا في التضييع واستغلت هذايا ساقيت الزيت بالكدا وخذات البلوس 3. لهنا كما قلنا التومور يطلبوا كمال عقاب. نشوفوا كيف باش يتعاملوا زوز مجموعات لي دوز افكتيف مشيرتين بعد التوصيات الاخرى نتاع المدربين الزوز كو كمال عقاب من نجم الرياضي الساحلي والا عاصم حماد من ساقيت الزيت. ساقيت الزيت قاعده تعمل في دوزيام ميتون امبيكابل ظهر لي
لونتام اللي كانت ماهيش هي في البريمير ميتون يظهر لي صالح اللي لازم يصلحوا عاصم حماد في الدوزيام ميتون عمل لونتام باهيه ويلقى روحه في بلوس 3 توا بوسيسيون للنجم الرياضي ساحلي مع 2 مينوت لهنا يرجع اسامه درمول يلعب مع نضال العمري ويهبط 33 لؤي مخلوف اول مره في المقابله ارير جوش باش يلعب في اللايت هكذايا الكروازمون يسيروا يخرج درمول باش يهبط الجارديان توصل الكرة رفيق باشا يخرج من الليل ويربح ال 9 متر رفيق باشا ديفونس سوليد من ساقي تزيد في الاكسيون الاخرى الكرة عند النجم الرياضي الساحلي مازالت ياسين زعتير باش يلعب مع لؤي لهنا يهز يده الحكم مونتي جو درمول شوفوا شو يعمل درمول يحاول يلقى الفاي مع العمري الحكم مازال يزيدو اونتي جو 9 متر النجم الرياضي الساحلي كيفاش باش يتعامل معها زعتير باش يعطي لدرمول اللي وصل لؤي يحاول يضرب لؤي ومازالت الكرة عند النجم الرياضي الساحلي يظهر الحكم باش يزفر يلزم باس وتير من درمول وهذا اللي يصير وعلى الترونسفيرسال تخرج الكرة لبرا ما ينجحش درمول يوقف الحكم الوقت حتى تجي الكرة يظهر لي كوتش فما ان افيت جو يلزمنا نحكيو عليه سورتو احنا توا في 18 دقيقة من الدوزيام ميتون بالنسبة لعاصم حماد ليفيكتيف ماهوش قاعد يدور برشا اسكو باش ينجم يلقى الفريشور فيزيك في الموني تايم اللي كنا حكينا عليه في الميتون الاول في الدقائق ثلاثة ولا الخمس دقائق الأخرى اسكو ينجم يلقى الفريشور فيزيك بويسكو سبعة ملاعبية قاعدين يلعبوا من أول المقابلة ينجم يلقى إذا الجوارات حاضرين مركزين ينجم يقضوا اما على حسب الفريشور نتاع الاتوال هذاك باش نعرفوهم بعد احنا باش نشوف فوالا حكينا على ساقيه الزيت علاش على خاطر كمال عقاب كان نشوفوا قدامنا البنك توا يظهر لي الملاعبيه كلها لعبت حتى اللي ما لعبش برشا لعب شويه راس كل دور ريفيكتيف نتاعو بالكبير لهنا ممتازه من سليم البريني انا ديزولي قصيت عليه كوتش سليم البريني يظهر لي الكره هذه مهمه ياسر باش ما يطلعش بلوس كات اكيد البلوس كات في الوقت هذا تولي ممكن يدخل الدود في ملاعبيه النجم الساحلي وتنجم ترجع عليهم بالسلب ويضيعوا ماتشو لهنا ممتازه كما قلنا لومون فورم نضال العامري يلقى سوليسيون ورامي سويد يا اخو دو مينوت مش في وقتهم ظاهر لي قاعدين يخليو في نضال العامري في سيتياسيون تاع كونترا مع النمرو 2 في الدفاع يلقاو في سيتياسيون معناتها تاع ايكارتمون تلقى النمرو 2 ايزولي في مترو منه ومترو منه ولاعب كيما نضال العمري ما نتصوروش يضيع سيتياسيون كيما هذه ويفلتها فوالا علاش كنا نقولوا ونحكيو في الميتون ملي رجع الميتون اللي نضال العمري توا هو لومون فورم في الاتوال سي التروازيام اكسكلوزيون بدو مينوت ياخذها ساقيت الزيت الثلاثه صاروا على نضال العمري نضال العمري ولهنا تضيع الكره في خاصه نضال العمري خاصه نضال العمري يكمل العمليه ولهنا ينجح عصام رزيق ينجح باش يرجع موانزا 21 20 ويلو بليج عاصم حمد باش ياخذ التومور نتاعو يظهر لي التومور اللي خذاه كمال عقاب قبيله كان بيون ديريكت بعد النجم الرياضي الساحلي يرجع من موان تروا يرجع توا موان زان ونعاودوا نرجعوا للكره اللي نحاها سليم البريري قلت لك سيتي تري امبورتون من الموان كات يلقى روحه موان زان توا بيان سور الكره اللي نحاها عباره مركز زبونتو الجارديان معناها من كانت باش تولي بلوس كات ولا بلوس تروا رجعت موان زان دونك عاصم حماد توا باش يلم ايكيبته ويحاول يصلح الاغلاط اللي موجوده باش ما يدخلش فيهم الدوت وترجع يرجع النجم في اللعب لهنا كوتش بويسكو مدرب وتنجم تعطينا معناتها اكثر في على الحكايه هذيا حسب ما لاحظت من اول مقابله بعد كل تومور لونترونور اللي يطلب تومور ايكيبتو يلقاها بعد التومور هذاك دونك فما برشا حاجات قاعده تصلح في التومور معناتها كيفاش تفسر الحكايه هذه كنا شفنا توا كمال عقاب رجع كيبتو في الطرح بالتومور في الميتون الاول كيف وقت اللي ما مشاتش الامور ساقيت الزيت تومور رجعهم في المقابله وهذاك علاش مشغول التومور مشغول باش تصلح باش توصل المعلومه خير للجوارات باش يتنفسوا شويه باش يعرفوا رواحهم هما وين فاش قاعدين يعملوا وباش يصلحهم وباش يعطيهم شنو يلزمهم يعملوا
فوالا 20 دقيقة 15 ثانية في الدوزيام ميطون، 21 ساقيت الزيت 20 النجم الرياضي الساحلي، بوسيسيون ساقيت الزيت مع اونتي جو الحكم هيزيدو بونتي جو يحاول يكسروا لهم لي موفمون نتاعهم، يحاولوا يخليهم يتيحوا في الجو انديفيدويال باش ياخذوا الكرة. وهذا اللي صار، هذا اللي صار 33 مجدي الهلالي عمل لاكسيون انديفيدويال وكونتري قدام ديفونس ليتوال ونضال العمري لوم دو لا دوزيام ميتون كوتي نجم رياضي ساحلي يعطي 21 21. كوتش يظهر لي المقابله مش باش تكذبك كيما حكيت في البريمير ميتون باش تلعب على الموني تايم، كو سوسوا هزت ليتوال من الاول بلوس 4 ولا في الدوزيام ميتون ساقيت الزيت رجعت لبلوس 3، مقابله باش تلعب في الدقائق الاخرى. وي توا هنا كيما نشوفوا عمل اللي يلعب توا بريسك 4-4-4-2 على الدومي سنتر بويسكو هو الي اون انفيريوريتي ديجا اي، وقاعدين يخليه في مجدي الهلالي ياخذ في البريس دو ديسيزيون على عكس يدو. دونك توا رجعوا كاملين، رجعوا 5-1 5-1. درمول اللي باش يقدم على بن غانم ولا لا يظهر لي مازالوا في البليس 2 لهنا سانتوراج لا يرجع لي ليه باش يرجع فوالا لهنا كانت ديفونس سوليد من منير الدويري، ديفونس يدور لي ولات سوليد من نجم الرياضي الساحلي بعد التمر كاس بلوس 2 فوالا قلت لك مازال 4-2 ولهنا يخلي يضيع محمد ولا بلوتو اشرف المرغلي توصل رفيق باشا يحب يعمل ركولات ما تنجحش وترجع بوسيسيون ساقي تزيد 21 21. كل كوره بدمها كل كوره بالامباكت نتاعها على الريزولتا فينال واللعب ممتاز ياسر من جمال نجاح، رفيق باشا يضيع في الليل يجاوبوا جمال نجاح وينجح بلوب ممتاز ياسر ويعطي بلوس ان لساقي الزيت في 22 دقيقة 12 ثانية على الفام تاع المقابلة. دخلنا بالوقت فوالا الكور كل كورة بحسابها كل كورة بالامباكت نتاعها على سكور فينال. ما زالت اللعبة قريبة لبعضها، ما زالت نجم تتبدل برشا مرات اللعبة، ما زال 7 دقائق ونص. لهنا يهبط من نجم الرياضي الساحلي مرة أخرى لؤي مخلوف بالغالي، كما قلنا كمال عقاب قاعد يبدل في الإفكتيف ويدور ولهنا بن غالي باهي في السويفي، كرة كانت ضربت على البوتو من درمول وترجع قدام بالغالي على الزون اللي كان مركز مليح مالغري كانوا معاه دو ديفونسور من ساقيت الزيت إلى سوي بروندر البالون ويسجل من الدائرة ويعطي ايجاليتي 22 22 قبل 7 دقائق بالضبط على الفام تاع دوزيام ميتون. بن غانم يلعب مع المرغلي ويتسدى سليم البريني يخلي ليتوال في المقابله لكن ترجع البوسيسيون عند بن غانم، يلعب مع المرغلي توصل النجاح المرغلي دور ويعمل باساج اون فورس حبوا يعملوه خليه المرغلي ياخذ هو ديسيزيون وخذا هو ديسيزيون خاطر ما ينجم ياخذ هو كان هو ديسيزيون بلوسكو محصور الدومي سنتر والاريير مغاديكا ويلزون خلاو اللعبه محصوره عند المرغلي هنا. نتصور انا كان يحطوا ان جوار فانتور من الشيره هذه من الشيره في بلاصه المرغلي باش يلقاو برشا حلول خاطر على خاطر هنا فما برشا سباس في الانكونترا يحطوا ان اريير فانتور، نتصور هذاك هو الحل نتاع ساقيت الزيت. ترجع الكره للايطوال وركولات مره اخرى من رفيق باشا ما تنجحش لكن تبقى البوسيسيون للنجم الرياضي الساحلي، كانت دارت الكره مليح وفات في الليل عند رفيق باشا، يخرج الجارديان مروان السوسي ممتاز هو زاد ويرجع فريقه في المقابلة ولهنا بالغالي مرة أخرى بالغالي يلقى روحه عزون ويسجل ويرجع لافونتاج النجم الساحلي 23-22 قبل 5 دقائق 30 ثانية. لهنا باش نشوفوا شكون الفريق الحاضر أكثر سورتو فيزيكمون، تبدل الريال دروا لهنا تبدل كما قال الكوتش باديس بن سعيد يتبدل يخرج المرغلي ويهبط ديس من ساقيت الزيت حمزه فرج بن غانم لهنا مميش قاعد يعمل في خدمه كبيره وفوت لهنا يظهر لي كوتش مردود كبير في الديفونس من بلال بلال من اللي هبط يظهر لي سكر الكوتي هذاك على ساقيت الزيت
ويدخل لهنا باساج اون فورس، باساج اون فورس قدام نضال العمري. اختار باش ياخذ الزوز جوارات اللي مخترين اللي يلعبوا على ساقيهم برشا، وخلى مرغني اللي هو انتيرير دونك اللي باش يخدموا له واللي باش يحضروا له خذاهم. دونك وحده ما نجمش ياخذ هو الانيسياتيف وحده، بيسكو ان جوار تيرور ما ينجمش يلعب على ساقي برشا. كره وقفت الاتاك نتاع ساقي تزيد. لهنا يظهر لي بوسيسيون واتاك مهمه ياسر الليطوال عنده بلس 1، مازالوا 4 دقائق والبوسيسيون هذيا تضيع البوسيسيون. قلنا مهمه ياسر كان تاخذ بلس 2 الليطوال و بور لو بيان تاع الماتش وللفرجه. يظهر لي باهي رجعت البوسيسيون لساقي تزيد، نشوفوا كيف باش يتعامل معها المدرب. كمال عقاب يخرج درمول في ظهر لي 4 بلس 2 ظهر لي كما قلنا. لهنا نجاح جمال نجاح. 2 مينوت الثاني على بلال اني المون ديفونسيف مهم ياسر. نتصور كان يحط هذا جمال جناح نجاح على اريير هنا مع هما ماخذين 4 بلس 2. شفتوا يلعب على صخيب بالكدا وخرج 2 مينوت اللي قلنا عليه صار من عند ليلي من عند نجاح. فوالا خرج هو وربح على 2 مينوت. باش تشوفوا كيفاش باش يتعاملوا. مازالوا 3 دقائق 35 ثانيه على الفام تاع المقابله. هنا انفيريوريتي نوميريك. النجم الرياضي الساحلي توصل الكره المميش ومونتيز ممتاز سليم البريني في التصدي، لكن 7 متر ممتاز مميش يركب 7 متر للنجم الرياضي الساحلي. 23 لتوال 22 ساقي تزيد. قبل 3 دقائق 10 ثواني على الفام تاع الدوزيام ميتون. سكور سيري كما قلنا. مقابله باش تلعب بعد دقائق الاخرى ومام على لي سكوند الاخرانيين. لهنا يهبط ابراهيم محمد صالح قدام رامي وينجح في الثالثة على توالي رامي سويت، ينجح باش يعطي ليغاليتي. 23 23 مقابلة ممتازة، مقابلة فيها انجو كبير اللي هو ترشح النهائي البطولة. يظهر لي كوتش قاعدين ما نتفرجوا في المقابلة ماناش نشوفوا في امباكت كبير على ريل اللي بقى ممكن 3 شهور الملاعبية ما تريناوش. اون انترينمون كوليكتيف مع الكونفينمون اللي صار وكل شيء. يظهر لي الملاعبيه بعد 3 ماتشات ولا 4 اللي لعبوهم خذاو الريتم وخذاو معناتها الامباكت فيزيك، ماناش قاعدين نشوفوا في قلق كبير. هما توا الجوار هذوما دي جوار بروفيسيونيل، ما نتصورش اللي جوار باش يخلي روحه قاعد. سي سور راهم خدموا اغلبيه الجوارات شفناهم حتى في لي ريزو سوسيو الولايات قاعدين يخدموا قاعدين يحضروا رواحهم ما قعدوش قاعدين. دونك خدموا بالكدا قاعدين نشوفوا في لعب باهي. الديفونس توا نتاع ساقية الزيت قاعده تخدم بالكدا. نتصورهم قاعدين يحلموا بالنهائي نتاع يشوفوا في الحلمه قدامهم. دونك مش يسيبوها قاعدين يلعبوا للاخر وباش نشوفوا شنو باش يصير. نشوفوا شنو باش يصير ليكم سورتو. لهنا ماناش باش نحكيو على لامباكت فيزيك شكون باش يكون حاضر فيزيكمون، خاطر تبارك الله عليهم الملاعبيه مشيرتين حاضرين فيزيكمون. ولا نشوفوا توا شكون باش يكون مركز اكثر بلوتو هو اللي باش يربح المقابله نتاعو. 9 متر فيها باس وتير. نضار العامري على لابوي وينجح باش يكنتر التير نتاع نضار العامري. مازالت باس واحده يظهر لازمها تصير باس وتير باش يشوت. وممتازه ياسر، ممتازه من 33 مجدي الهلالي رمى روحه قدام الكرة. يظهر لي ساكريفيس كبيرة من الملاعبي، كان مال بلونجون تاع غارديان ويتصدى في الكرة الأخرى مروان سوسي. وتومار يطلبوا ساقية الزيت في وقت مهم ياسر قبل الفام تاع الماتش. يظهر لي الموني تايم تاع الموني تايم هذايا دقيقة الأخرى 23 23 افيك بوسيسيون ساقية الزيت. الماتش هذا يلزم الكرة هذه يلزم يماركيها سي تريز امبورتون. حتى كان ضاعت ما نتصورش دخلت ليتوار، معناتها دخلت ليتوار باش تماركي بونتو باش توفى نول. فما البرولونغاسيون بعد
يلزم يخرج فريق رابح. لا هنا ما زالت برسك 30 ثانية على الفام تاع الدوزيام ميتون، الفام تاع النصف النهائي الأول. فكروكم اللي اشتبقوا معنا في النصف النهائي الثاني وين الترجي الرياضي التونسي باش يلعب مع جمعية الحمامات. مازالوا 10 ثواني ويوفا تومور اللي كان طلبوا عاصم المدرب المصري للجمعية ساقية الزيت. نشوفوا كيف باش يتعاملوا مع الاتاك الاخرى. بوسيسيون مهمة ياسر، البوسيسيون هذه باش تلعب فيها ترشح للفينال. يظهر لي بوسيسيون باش تلعب فيها سيزون كاملة. وي كرة دقيقة و10 ثواني مازالوا. كرة مهمة ياسر. نشوفوا كيف باش يتعامل عاصم. كيف يعني كيف 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 كات كادو كادو يلعبوا كادو كادو افونسي على 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 حامد والمزوغي على بن غانم. محمد بن غانم والمزوغي افونسي من درمول، يعني توصل للمزوغي يعمل شفينكر يحاول يعطي الباس. دونك كسروا لهم لي موفمون نتاعهم باش يلعبوا، دخلوا تو في الجو انديفيديوال يا يربح الديوال نتاعو. لهنا المزوغي يضرب وما ينجحش. ترجع بوسيسيون للنجم الساحلي. كونتر اتاك درمول، باش يعمل درمول وينحاها مروان السوسي. ينحاها مروان السوسي، ممتاز ياسر. توصل الكره للمزوغي وتضرب على البار وترجع مره اخرى بوسيسيون لساقيه الزيت. ممتاز ياسر الفام تاع الماتش. مازالوا 20 ثانيه. يظهر لي كان تومبوريزا جمال نجاح كان يكون خير له. وتمار توا كان يكون خير، كان يكون خير برشا تمار توا. مازالوا 10 ثواني، الحكم يوقف الوقت. ليه تتلعب الكره ترجع لبن غانم. ماميش ويعمل الباساج اون فورس وتوفى المقابله ويوفى الوقت القانوني. 23-23 ما بين النجم الرياضي الساحلي وساقيه الزيت. تتعدى المقابله للبرولونغاسيون. كنا شفنا درمول ضيع ومتفاعل درمول مع الكره اللي ضيعها، وزاد ساقيت الزيت هذول اللي ضيعت البوسيسيون الاخرى كانت نجم تهزها الفينال. وي ناقص هذايا التومبيرامون بصفه عامه نتاع الجوار التونسي. الجوار التونسي امبولسيف ياسر في الاوقات الحرجه، يلزم يكون فما برشا دم بارد وبرشا سافوار فير باش ينجم يعرف اش عمل. التمر نتاع عاصم حماد جاء ظهر لي انا جاء بكري شويه، كان ينجم يصبر. كان في الاتاك الاخرانيه كانوا يستحقوا برشا للتمر هذايا. وفات نيول. التعادل كان ظهر عادل. زوز فرق لعبوا بالكدا وماتش حلو الحق متعونا. باش يقعد السسبانس توا في البرولونغاسيون. نشوفوا شنو باش يصير، شنو التعليمات اللي باش ياخذوها في الفستيار وبعد نعرفوا شنو باش يصير. ميرسي بوكو كوتش باديس بن سعيد مدرب جمعية الملعب الزغواني كرة اليد على الإضافات هذه الكل. إن شاء الله تكونوا تمتعتوا معنا بالمقابلة. مازال عندنا برولونغاسيون باش تكون مشوقة ياسر ما بين لي دوز إيكيب. وبيان سور بعد الطرح الثاني الترجي الرياضي التونسي ضد جمعية الحمامات. خليكم معنا ونرجعوا لكم مع ديبيو نتاع البرولونغاسيون.
مرحبا بكم من جديد. الناس الكل مع نصف نهائي الاول بطولة تونس اكابر موسم 2019-2020، وين نلقاو النجم الرياضي الساحلي والساقيت الزيت يلعبوا في الدومي فينال الاول. كما تبعتوا معنا البريمير ميتون والدوزيام ميتون وفات بالتعادل 23-23، دونك باش تعداو للبرولونغاسيون 2 × 5 minutes، 5 مينوت الاولى و5 مينوت الثانيين اذا كان فما شكون رابح يتعدى للفينال، سينو نتعداو 2 × 5 اخرين كان فما شكون رابح، سينو نتعداو لضربات الجزاء ديريكتومون باش ترجع المقابله وباش ترجع البروميير بلورونغاسيون. معنا الكوتش باديس بن سعيد مدرب الملعب الزغواني في التحليل الفني للمقابله هذه. كوتش كيفاش تشوف البرولونغاسيون وكيفاش تشوف التعامل نتاع لي دو زونترينور مع السيتياسيون هذه؟ توا البرولونغاسيون كيما نقولوا احنا كيما الموني تايم في اخر ماتش، معناها ديجا هي موني تايم. اللي باش يعمل اون تايم باهي نتصور هذاك هو اللي باش يربح الماتش. تبدا البروميير برولونغاسيون افيك اون بوسيسيون لساقيت الزيت، نشوفوا يكمل كمال عقاب نفس السيتياسيون وينجح لهنا، ينجح ممتاز ياسر محمد بن غانم درمو اللي جاوب في الترانزيسيون رابيد و 7 متر 7 متر ديفونسون زون من المزوغي ونجاح يجاوب لهنا بالذري كمال عقاب باش يبدا كيما بدا المقابله بالترانزيسيون رابيد وبالاتاك رابيد. اي خلى درمول قعد في الديفونس واللي تلعب الكره في ساعه، وبيسكو جوار رابيد دونك لقى جوار بيركيتور دخل في الانترفال وفي ساعه في ساعه لقى الحل. لهنا رفيق باشا ما يضيعش ال 7 متر ويعطي ايجاليتي في سكور 24-24 بعد دقيقه وخمسه ثواني من الديبيو نتاع البريمير برولونغاسيون. باقي النجم الساحلي والساقيت الزيت معاملين على نفس الملاعبيه اللي كملوا بهم المقابله. لهنا المزوغي وصل المميش، الكره دور مليح ترجع المميش على الزون وممتازه 7 متر و 2 مينوت. ال 23 من نجم الرياضي الساحلي منير الدويري، غلطه كبيره عملها منير الدويري، وخر في في الديفونس الاركو كان مقدم، لقى روحه مع البيفو واللي بيفو اقوى منه في البدن، دونك غلبوا خرجوا 2 مينوت. لهنا رابع جيت دو 7 متر الرامي سويد نجح في الثلاثه الاولى قدام سليم البريني. المره هذه كان يدخل ابراهيم، توا سليم البريني باش يبقى على الخط ويسجل رامي سويد وينجح. لي دو زيكيب يعملوا اون انتام دو ماتش وان انتام تاع برولونغاسيون سون فوت. دقيقه و40 ثانيه في البرولونغاسيون الاولى، 25 ساقيت الزيت 24 النجم الساحلي افيك اون انفيريوريتي نوميريك للايطوال، قاعد يريكومبونسي فيها كمال عقاب، يخرج الجارديان في الاتاك ويهبط 21 عصام رزيق اللي يرجع للليل. النجم الرياضي الساحلي يلعب توا بعصام رزيق، نضال العمري، محمد امين الدرمول معاهم 33 لؤي مخلوف 6 بالغالي و 89 رفيق باشا، هذوما 6 اللي قاعدين يلعبوا. يرجع الجارديان اونتي جو، رفيق باشا يطلع ويربح 9 متر اونتي جو. الحكم نشوفوا كيف باش يتعاملوا ملاعبيه النجم الرياضي الساحلي مع الاكسيون هذه. توصل لؤي نضال العملي لومون فورم في الاتوال، بالغالي قدام 3 ملاعبيه، يظهر لي فورس فيزيك كبيره من بالغالي. غازي يعمل ديفيرونس ويربح 9 متر، يظهر لي مازال فما دو باس، هذيك هي توصل الكره رفيق باشا. كونغ فو ما تنجحش، كونغ فو ما تنجحش على خاطر باس واحده، فما باس زايده على لونتي جو، لكن الفكره ممتازه يظهر لي كوتش، حتى الاكزيكيسيون نتاعها كانت باهيه وتسجلت الكره. وي الباس زايده دونك ما عندهمش الحق في البونتو. ترجع بوسيسيون لساقيت الزيت بسوبريوريتي نوميريك وبسوبريوريتي في السكور قبل دقيقتين من الفام تاع البريمير برولونغاسيون. توصل الكره للمزوغي، المزوغي باش يضرب يطلع ممتازه ياسر من المزوغي، ممتازه ياسر من المزوغي وائل، يطلع قدام ديفونس النجم الرياضي الساحلي بتير كروازي على يمين البريني ويسجل ويعطي بلوس دو للساقيت الزيت. لهنا يخرج البريني يعاود يرجع وفاول دو مينوت
ترجع اون ايجاليتي نوميريك لي دوز ايكيب. الكرة عند درمول يلعب مع نضال العمري. درمول نضال العمري مرة أخرى يحضروا في الديكلونشمون دو لاتاك. يكمل درمول جي دو 7 متر ديفونسون زون من 13. غسان التومي غسان التومي يربح 7 متر ديسيزيون من الزغليمي وبنداحو. لهنا نشوفوا شكون باش يمشي في الجي 7 متر. رفيق باشا كالعادة. رفيق باشا قبل دقيقة وبالضبط من الفان تاع البروميير برولونغاسيون بلس دو للساقي تزيد. رفيق باشا قدام مروان السوسي. مهمة الكرة هذه وينجع رفيق باشا مرة أخرى في نفس اللونجل. ظهر لي كوتش رفيق رفيق باشا قاعد يسجل في لي جي دو 7 متر. يشوط برشا على يسار الجارديان في لي بينالتي. المرة هذه شاطها الفوق فوق راس الجارديان على اليسار. لهنا ترجع البوسيسيون لساقي تزيد. كرة عند وائل المزوغي يلعب مع غسان التومي. يلعب بتوا غسان التومي وائل المزوغي بن غانم والمرغلي ومعه مميش بيفو وناجح وينجح ينجح المرة هذه المرغلي. جمال نجاح كمان به لسيس اللي لعبوا في الاتاك لساقي تزيد. مهمة الكرة هذه بال 10 ثواني بلس دو للساقي تزيد. درمول شوفوا شو يعمل. غشام يواصل رفيق باشا وينجح رفيق باشا ينجح رفيق باشا يخلي ليكيب نتاعو كولي وسكور. والفان تاع البريمير برولونغاسيون بلس ان الساقي تزيد. قلنا مهمه ياسر الكره هذه تاع رفيق باشا. كيفاش شفت البريمير برولونغاسيون كوتش وتعامل نتاع لي دوز ايكيب معاها؟ شفنا توا لي دوز ايكيب فما نجاعه كبيره بالاخص في البازارير نتاع ساقية الزيت. شفنا اشرف المرغلي بعد ما ارتاح شويه رجع في فورما قاعد يماركي. وائل المزوغي زاد قاعد يعمل في الديفيرونس في الاتاك نتاع ساقية الزيت. ليتوال الديفونس نتاعها طاحت التالي قاعدين يشوتوا. ما فماش اوبوزيسيون ما فماش كونتر. دونك تقريبا الجوار بريسك راس مع الجارديان اللي ما نجمش يوقفوا في حالات هذوم. فوالا دونك لهنا نشوفوا معنا لي كونسيني نتاع لي دو زونترونور قبل الرجوع نتاع البرولونغاسيون ديسيزيف. ساقية الزيت متفوقه بان بوان ديكار. اذا كانت تكمل هكا في التفوق نتاعها تتعدى للدور النهائي. النجم الرياضي الساحلي اون انفيريوريتي في سكور يلزمو يرجع ويربح اذا كان يحب يتعدى للنهائي اوسي. واذا كان باش نبقاو في ايجاليتي في الفان تاع دوزيام برولونغاسيون باش نمشيو ل 2 فوا 5 مينوت مره اخرى. واذا كان بقى تعادل باش تعداو لضربات الجزاء. دونك احنا اوني بور لي ريزولتا الكل. المهم نشوفوا ماتش مزيان بيان سور اونفان كو لو ميور غاني بيان سور. ويظهر لي حسب ما نشوفوا في المقابله نورمالمون لو ميور فاغاني خاطر نشوفوا السكور قريب ياسر. المردود اوسي قريب ياسر. يظهر لي باش يكون مركز اكثر هو اللي باش يربح اليوم. اكيد اللي باش يركز اكثر يربح بيسكو مرهونه في دي ديتاي صغار خاطر السكور قريب لبعضه. اللي باش يكمل يعرف يلعب اكثر تشوفوا لي كروازمون. هنا غشام ويربح دو مينوت. شوفوا كيما الاتاك هذايا ما اختاروش الحل في ساعه قعدوا شدوا الكره. كم فما كونتينيتي نتاع الجو فما موفمون فما لعب لين خرجوا دو مينوت. دونك دو مينوت توا خايبه برشا اون بلوس ورقه حمراء تروزيام. تروزيام دو مينوت للهلالي مجدي يخرج ورقه حمراء. هي خمسة دقائق معناتها تخرج منهم دقيقتين ناقص ولا ثلاثة دقائق قريب اشترى الوقت فوالا. دونك شوفوا كيف باش يتعامل عاصم مع السيتياسيون هذه سورتو كو مجدي الهلالي اليمون تري امبورتون في الديفونس. شوفوا كيف باش يتعامل توا بلس ان ساقي تزيد وسوبيريوريتي نوميريك وبوسيسيون للنجم الرياضي الساحلي. درمول درمول يلعب مع نضال العمري يخرج الغالي يضرب غشيم وما ينجحش. نشوفوا شكون باش يخلط ويخلط الجارديان ابراهيم. لهنا فما ديكالاج في النومبر ممتاز ممتاز السوسي ومتابعه من الغالي مره اخرى. برافو يا غالي غازي بن غالي قاعد يعمل في الديفيرون سورتو في الكور اللي قاعد يخلط عليهم. لا جول لا
لهنا سوبيريوريتي نوميريك للنجم الرياضي الساحلي يخرج الجارديان يخرج الجارديان وترجع البوسيسيون للساقي تزيد شوف كيف باش يتعامل دقيقه و20 ثانيه مازالت منهم دقيقه باش يلعب ناقص ماميش لهنا لي زاربيتر يحضروا رواحهم للونتي جو افيكتيفمون كرة بين اثنين بين نزار العامري وما بين بن غانم بن غانم عنده كرة شوفوا كيفاش باش يعمل توصل المرغلي وكونتري من ديفونس قوية ديفونس نتاع النجم الرياضي الساحلي من بلال بلال وبالغالي ويعطي بوسيسيون للنجم الرياضي الساحلي في 27 قبل دقيقة قبل 3 دقائق و5 ثواني على الفام تاع الدوزيام برولونغاسيون نضال العمري درمول يلعب مع غشام يرجع يلعب بالتريو تيتولير اللي بدا به غشام درمول والعمري يعمل شفنكر غشام وتوصل العمري وممتاز نضال العمري المره هذه اختاروا السوليسيون الصحيحه لعسي متر بيسكو هما زايدين في العدد بكري لاريير مشى شات من بعيد معناتها خذا ريسك خذا ريسك بيسكو انت تلعب زايد تختار الحل اللي اسهل باش يتمرك يرجع لهنا اون ايغاليتي نوميريك قبل دقيقتين و30 ثانيه على الفام تاع الدوزيام برولونغاسيون بلوس ان للنجم الساحلي وممتاز ياسر من المزوغي ممتاز المزوغي يعطي ايغاليتي في سكور مره اخرى ويرجع والمزوغي ينجح باش يعطي نقطه 28 للساقي تزيد 28 قبل دقيقتين وخمسة ثواني على الفام تاع الدوزيام برولونغاسيون في البريمير فين دومي فينال درمول دومي سونتر ليتوال اليوم قدم مردود ممتاز في الماتش هذايا يخرج له عيسى مرزيق يوزن لدار العمري مره اخرى ترونسبيرسال ويربح الفوت بالغالي يعمل الفوت غازي بالغالي قدام المزوغي وترجع بوسيسيون الساقي تزيد بوسيسيون مهمة المرة هذه يخرج المزوغي يعمل الريزين ويرجع بوسيسيون ممتازة لهنا 6-5-1 الديفونس نتاع ليتوال يخرج على بن غانم كما قبيلة حاول يبعدوا تو بن غانم من الماكسيموم قاعدين يرجعوا فيه التالي لهنا يرجع يرجعوا وممتازة من المزوغي مرة أخرى المزوغي وائل وين تستحقوا ساقية الزيت تلقاه قبل دقيقة وعشرة ثواني الموني تايم نتاع البرولونغاسيون الدقيقة الأخرى باش تلعب فيها كل شيء توصل البلغالي يربح جيت دو 7 متر الله يهدك إن شاء الله يدور لي دو مينوت ولا لا نشوفوا الحكم يوقف الوقت يوقف الوقت لا دو مينوت افكتيفمون محمد غازي ماميش محمد غازي ماميش يربح يخسر الديوال نتاعو ودو مينوت كيفاش تشوف الدقيقه الاخرى كوتش باش تلعب فيها يظهر لي المسير نتاع المقابله الكل هذا كان ما لقيناش اون ايغاليتي بيان سور الدقيقه الاخرى الله يهلكك الاربيتر الله يهلكك الدقيقه الاخرى باش نقعدوا بونتو او توا فما ايغاليتي ايغاليتي قبل بدقيقه كيف تشوف باش يتعامل يظهر لي لونترونور نتاع ساقية الزيت عاصم على الانفيريوريتي نوميريك والدقيقة الأخرى في الدقائق الأخرانيين ولا يخرج في الجارديان وياخذ في الريسك دونك ما حبش توا يخرج الجارديان على خاطر ما حبش ياخذ الريسك يقول لك التعادل خير لي من تماركي لي بونتو ساهل تماركي ياخذ يظهر لي باش يوصل للبوسيسيون للأخر لهنا يهز الحكم اونتي جو وائل المزوغي لهنا ترجع الكره لساقية الزيت البوسيسيون ويزفر لونتي جو قبل 10 ثواني نشوفوا كيف باش يتعامل النجم الساحلي غشام توصل الكره الباشا باساج اون فورس 4 ثواني ثانيه اثنين ويوفا البريمير دوزيام برولونغاسيون يوفا والماتش باش يوصل ل 2.5 مينوت مره اخرى مقابله فيها سسبنس كبير كوتش يظهر لي نجم نوصلوا حتى للبينالتي احنا كمتفرجين هذاك اللي حبيناه حبينا ماتش هكا فيه سسبنس وفيه لعب للاخر
هذا كله يرجع بالنفع للكرة اليد التونسية، هذا يزيد خبرة للاعبين الدوليين، هذا يزيد أكثر سافوار فير في لي موني تايم هذوما. دونك باش نشوفوا لي دو برولونغاسيون، نشوفوا شنو يصير، شكون اللي باش يقعد مركز أكثر وهو اللي باش يربح. ميرسي بوكو كوتش، نكملوا بالطبيعة مع المقابلة هذه، وبالطبيعة نرجعوا لكم مع ديبيو نتاع لي دو برولونغاسيون، جمعيات يبقاو على الباركي، نرجعوا لكم مع ديبيو.
مرحبا بكم الناس كل من جديد على لايف ستريمينغ الشان اوفيسيال للجامعه التونسيه لكرة اليد دومي فينال البطولة النجم الرياضي الساحلي ساقية الزيت 29-29 بعد وفاء الوقت الاصلي 60 دقيقة الأولى 23-23 توا نلقاو رواحنا في 29-29 دو فوا 5 مرة أخرى بعد ما كانوا في دو فوا 5 الأولانيين بالتعادل لي برولونغاسيون توا باش نمشيو لدو فوا 5 اللي باش يبقى مركز أكثر واللي باش يربح لي دو فوا 5 هذوما باش يلقى روحه في الفينال سينو نمشيو سيونس دو توري بويت واللي سيرتو باش يشد فيزيكمون خاطر طويل الماتش واللي حاضر زاد فيزيكمون مونتالمون هو اللي باش يعمل الديفيرنس. والله ما حكيتش من ساعه اللي حاضروا معنا واللي خلطوا توا نفكروكم معنا الكوتش باديس بن سعيد في التحليل الفني للمقابله. كوتش ما حكيتش على الفيزيك خاطر والله تبارك الله عليهم الجامعيين حسب ما نشوف مانيش قادر نشوف في دي ديغا فيزيك ولا تاحوا فيزيكمون الزوج جامعيين شادين رواحهم وقاعدين يلعبوا مليح دونك كنا نحكيو اكثر على كونسنتراسيون. الكونسنتراسيون بيسك الفيزيك اذا طاح طاح الفيزيك دونك اوتوماتيكمون باش الكونسنتراسيون باش تطيح اذا فيزيكمون حاضر دونك ينجم يقعد كونسنتري. ولهنا كما شفنا في البروميير اتاك البوسيسيون للنجم الساحلي اللي كانت فيها انفيريوريتي نوميريك ساقية الزيت نضال العمري لومون فورم بالنسبه للاتوال في الماتش هذايا يعمل الفارق ويسجل بريمير بوان في البرولونغاسيون ولهنا يجاوبوا وائل المزوغي لومون فورم في البرولونغاسيون يضر بالنسبه لساقية الزيت. وي وائل المزوغي هو اللي عامل ديفيرونس توا في الـ في الـ في الاتاك نتاع ساقية الزيت حتى في الديفونس مش مقصر قاعد يخدم بالكدا سيرتو مع البيفو. وترجع البوسيسيون للاتوال عند كما قلنا تريو هو بيدو غشام العمري ودرمون البلغالي يبقى هو بيفو بعد الروندمون اللي عملوا في الدوزيام ميتون. درمول يلعب على ساقيه مليح درمول ممتازه ياسر ممتازه من درمول يعطي نقطه 31 لتوال 31-30 توصل الكره وائل المزوغي دو مينوت نشوفوا لشكون البلغالي غازي بلغالي يربح يخسر دو مينوت بلس تو يخسر الديوال نتاعو بعد دقيقه و52 ثانيه على ديبي نتاع تروازيام برولونغاسيون. لهنا فما نشوفوا شكون الملاعب اللي طايح وائل المزوغي كالعاده ما شاء الله عليه وائل لقاتو ساقية الزيت في لي دو برولونغاسيون الاولى والثانيه وتوا قاعد يكونفيرم النجم الساحلي اون انفيريوريتي نوميريك. شوفوا كيف باش يتعامل كامل عقاب توصل الكرة للمزوغي توصل لليل نجاح وينجح جمال نجاح ويعطي ايجاليتي 31-31 كمال عقاب فيدال الويمام ويعطي البوسيبيليتي جمعيته باش تلعب كامله في الاتاك لا ميم استراتيجي يهبط البيفو ياسين زعتير بعد ما كان قدم بريمير ميتون ممتازه يرجع توا زعتير باش تلعب كامله في الاتاك ليتوال لكن من غير جارديان. شوفوا كيف باش يتعامل ديفونس نتاع ساقية الزيت مازال دقيقه و14 ثانيه في الدو مينوت نتاع النجم الساحلي توصل الكره رفيق باشا ممتازه الباس بها من رفيق باشا والازين منها كانت الباس نتاع درمول الباس من وراء الظهر يظهر لي جيست تكنيك اكسلونت كوتش. وي بيسكو هو اونجاجي و ولا عاتي بظهره للي دونك الحل هو اللي الباس ورا ظهره. المزوغي مرة أخرى وائل المزوغي. برافو يا وائل يعطي نقطة 32 يجاوب على درمول لو مون فورم وائل المزوغي. ولو مون فورم في ساقية الزيت قاعد يلقى في لي سوليسيون. لهنا التغيير قاعد من كما قال الكوتش وائل المزوغي يطلب الشونجمون موا ديفونس اتاك فيو اللي تعب. لهنا ليتوال تبقى تلعب السيت اللي بدا بهم المقابله نضال العمري يربح الفوت قدام المزوغي 9 متر وباش يرجع كامل بعد 7 سكوندات درمول يربح الفوت.
ترجع الكرة الغشيم باش يكمل ليتوال تكمل توا يرجع بالغالي في البيفو توصل الدرمول يواصل بالغالي يحاول يدور فورس فيزيك كبيرة ياسر من غازي بالغالي يا كوتش لاعب شاب لاعب واعي ما شاء الله عليه احنا محتاجين سيرتو بيفوات في الكاليبر هذايا في البدن هذا ولهنا شفنا انتير ديزيسبيري نقولوا من درمول مع الفام تاع الوقت كان باش يزفر لونتي جو الاربيتر يشوط ولكن يلقى مروان السوسي موجود في ايغاليتي مازال 30 سكوند 32 بوسيسيون ساقيه الزيت نشوفوا اسكو الكره باش توفى على المزوغي مره اخرى ولا توصل لليل وديع الوديع كانت ميزونتونت ما بين رامي سويد والمزوغي اللي يطلب شونجمون فوالا يصير شونجمون المزوغي كان وحده ايبويزي فيزيكمون درمول يحاول يدخل يربح 9 متر اثر على البريز دو ديسيزيون تاعو هو كان وحده كيما لي زاتاك الاخرين 3 سكوند العمري يضرب وياس ومروان السوسي موجود اونكور اون فوا مروان السوسي وقعدنا في التعادل كما قلنا ماتش ينجم يوصل حتى للتير تيرو بيوت ل 7 متر ظاهر النيفو قريب البعض وياسر كوتش وي قريب البعض وقاعدين زوز فرق وزوز مدربين يتعاملوا مع المباراه بالكدا فما تنافس كبير فما نحس في تو قاعد نشوف فما ضغط عصبي الاكثريه على ساقيه الزيت تحسهم الحلمه قاعده هكا بين عينيهم تو خايفين لا تهرب عليهم الحلمه هذه الضغط هذا ان شاء الله ياثر عليهم بالباهي سينو باش يضرهم وكوتي النجم الرياضي الساحلي ممكن كوتش كنت تحكي على ساقيه الزيت نحكي شويه توا على الاتوال اللي وين فما كمال عقاب كان يحكي مع درمول محمد امين يذو اللي خذا 30 سكوند من الوقت اللي عنده باش يحكي مع درمول الاتوال فريق تحس فريق عنده خبره دم بارد مانيش نشوف في عصبيه مانيش نشوف في ناس قاعده تعرف ايش تعمل المدرب ما غير ما نحكي عليه عنده خبره يعرف ايش يعمل بالاخص في الاوقات هذه كمال عقاب معروف بالشوال باهين فوالا لهنا دونك كيما قلنا كان باش نحكيو اكسبيريونس سي فري الاكسبيريونس نجم تحكي ليتوال يظن لي معناتها الملاعبيه مستانسين بالونجو هذا مستانسين بال لي بروميي رول سقيت الزيت عم ناول تلقى روحها بطلة تونس في الكاس السنة تلقى روحها في لي دو دومي فينال الزوز يظهر لي الخبرة ما تنجمش ما تتشريش الخبرة تتكسب دونك الملاعبية فوالا الملاعبية قاعدين يكسبوا في الخبرة من سقيت الزيت في المقابلات هذوما بار كونتر ليتوال نشوفوا في سيرينيتي نشوفوا مالغري تعداو بدي باساج افيد اما نلقاو سيرينيتي كبيرة كو في الديفونس ولا حتى في الاتاك وهذا اللي باش نشوفوه توا نزيدو نكملو نشوفو شكون باش يقعد اكثر كيما قلنا مركز لو الوقت هذايا صعيب البونتو بحسابه باش ترجع المقابلة وترجع التروز الكاتريام برولونغاسيون الاخرانية اللي باش يربح توا باش يتعدل النهائي توفى المقابله تعادل باش نلقاو رواحنا في 3 متر مشيرتين لهنا فما اونتي جو الكره عند ساقيه الزيت مميش ممتاز مميش ممتاز محمد غازي مميش يعطي لافونتاج لساقيه الزيت 33 32 بعد 50 ثانيه وهنا يجاوب درمول ولهنا شونجمون بالنسبه لليتوال ديفونس اتاك يولي يخرج رفيق باشا ويهبط الهمامي بعد ما كان يخرج درمول يظهر لي يهبط حمدي الهمامي ويخرج رفيق باشا هذا ديفونس شونجمون ديفونس اتاك بالنسبه لليتوال بالنسبه لساقيه الزيت مش قاعد يعمل رجع بالتشكيله سيرتو في السكتور سنترال التشكيله الاولانيه اللي بدا بها الاولانيه لا بلوتو كوتش في الاول ما بداش بالغالي من الاول بدا الهمامي ومعاها زعتير فوالا هما تقريبا كيف نفس زوز جباري مع جباري سكروا ديفونس اي نفس الشيء زيد خلى توا درمول الترانزيسيون خلى درمول باسكو ان جوار رابيد بيركوتور يجي من تالي يجري بالكدا
ينجم يعمل الديفيرينس في اي وقت. فوالا هنا البوسيسيون للإتوال كيف كيف، برافو سليم ربريني اللي نحى الكره الاخرى للساقيه الزيت في الاتاك، ولهنا فما 7 متر و2 مينوت بالخدمه كل خدمها دارمول، وصل خرج صاحبه في الوسط في وسط الديفونس وحده راس راس، جبد زوز سايب كره ويركب 2 مينوت حمزه فرج ان جي دو 7 متر، ويظهر لي 2 مينوت اهم من 7 متر في الاكسيون هذيا سورتو كوف. ولا مازال دقيقه، مازال دقيقة و53 ثانية، مازال بلوتو 3 دقائق 7 ثواني. نشوفوا رفيق باشا شو باش يعمل، الخامسة من رفيق باشا وينجح مرة أخرى على اليسار. يظهر لي كوتش ما عرفش كان تفسر لي الحاجة هذه، يظهر لي ناس كل وأنت ديجا قبل 7 متر الأولانية قلت لي رفيق باشا باش يحط على اليسار، والخمسة حطهم على اليسار نورمالمون الجارديان تصوروا لو قاريه مالغري سا ما ينحيهاش الغلطة. هو الحاجة الباهية هو اللي فيكسي الجارديان بالكدا، والجارديان قاعد يفكسيه بدنه، فهمت؟ الجارديان مش قاعد يتبع في الكرة، إذا تبع الكرة ينجم هو فكسيه بدنه، خلى الكرة عشيرة اليسار، هو تبعه على اليمين، دونك لقى اليسار قاعد اليسار فارغ ماركا بونتو. لهنا يقدم كمال عقاب نضال العمري على بن غانم، ويلقى روحه يلعب بأربعة ضد خمسة ساقيت الزيت في الأتاك. لهنا يخرج الجارديان عاصم حمادي، خرج الجارديان قبل 3 دقائق، قبل دقيقتين 10 ثواني بلوتو. البوسيسيون لساقيت الزيت، فما جفينكر من المزوغي، واش يقول الحكم؟ 9 متر المزوغي يعاود يهبط ويحاول يلقى سوليسيون، يرجع الجارديان، فما اونتي جو، يظهر لي دو باس، باس الاولى شوفوا شو يعمل بن غانم، الباس الثاني المزوغي يدخل يربح الفوت، يربح الفوت. مازالت نشوفوا الحكم اش باش يقول، يظهر لي فما اون سول باس، معناتها باس وتير باش يكون ولا، ونشوفوا اش باش يعمل، يضرب ويتسدى سليم البريني، سليم البريني يتسدى الكره صعيبه ياسر في الوقت، التسديده كانت سهله لكن الوقت نتاعها صعيب. سليم البريني يعطي بلس ان للإتوال افيك اون بوسيسيون. غشام درمول نضال العمري نشوفوا كيفاه باش توفى لاكسيون هذايا، اكسيون مهمة ياسر، وتضيع تضيع، يخرج الجارديان وفما لهنا، يظهر لي درمول عمل الفوت على 66 جمال نجاح. نشوفوا ورقة حمراء للحارس، ورقة حمراء لسليم البريني في الكرة الأخرى، كان كونتاكت كاسح شوية ما بين لي دو لي دو جوار، صحيح ماهيش ما كانتش يظهر لي اكسيون دونجوروز، ما كانت الجوار انجاجي. ولا القانون يقول في لي كونتر اتاك الجارديان يمس اقل مسه جوار بينالتي، ورقه حمراء ديريكت. هذاك اللي صار توا، ما نعرفش كان التصرف نتاع سليم البريني كوتش صحيح ولا، خاطر شفنا درمول رجع مع نجاح، هو الجارديان الا ايزيتي، كان خرج من الاول كان يمشي ياخذها الكره الا ايزيتي، دونك ليزيتاسيون هذيك خسر بها سكوندا ولا زوز ولا. دونك لهنا باش نشوفوا كيفاش باش توفى المقابله قبل دقيقه وتسعة ثواني، مازالت ساقيت الزيت باش تلعب زوز ثواني ناقصه، بار كونتر ليتوال باش تكمل اللي مازال من الكاتريام برولونغاسيون ناقصه. دونك كيفاش باش يتعامل كامل عقاب، كيفاش باش يتعامل عاصم حماد، باش تعمل لهنا نشوفوا الديسيزيون شنو هي اللي باش تصير. سات متر هذا شنو هو؟ باش يعمل هذا؟ سات متر، سات متر القانون يطبق الحكم في كونتر اتاك، الحارس يمس المهاجم يكون فيها ورقه حمراء و7 متر، وهذاك اليسار رامي سويد مهمه ياسر، ال7 متر هذه ينجح في اللي قبلها الكل رامي، نشوفوا توا يعاود ينجح، ينجح رامي سويد، ريوسيت 100% بالنسبه لرامي سويد، يعطي بها ايغاليتي قبل دقيقه من الفاند ماتش. بوسيسيون للنجم الرياضي الساحلي، سوبيريوريتي نوميريك لساقيت الزيت، كره مهمه ياسر في المقابله، نشوفوا كيفاش باش يتعامل معها هجوم النجم الرياضي الساحلي. درمول، درمول يلعب مع نضال العمري، توصل غشام، نضال العمري، درمول توصل له مره اخرى، درمول يعمل الفانت يربح الفوت، يلعب مليح على ساقيه تكنيسيان درمول. نضال العمري مازالوا 30 25 سكوند
عارفين نتاع الكاتريام برولونغاسيون درمول توصل الكره لغشيم يطلع ويضرب غشيم وينجح يضرب غشيم وينجح وترجع البوسيسيون للنجم الرياضي للساقط الزيد قبل 10 ثواني بوسيسيون مهمه ياسر في المقابله وينجح ينجح المزوغي والا ليه ليه مش المزوغي ينجح المرغلي ممتازه ياسر كان الى سوربري تو الموند المرغلي ينجح باش يعطي ايغاليتي نوميريك في السكور 35-35 مع الفام تاع الكاتريام برولونغاسيون دونك شتعطيو للتيرو بوت وان شاء الله كيما قلنا توا الكره عند لي غارديان الكره عند اللي باش يشوطوا لي تيرو بوت 35-35 مقابله مشوقه ياسر كوتش ويظهر لي ما نجموش اون اسبير مردود خير من هكا مشيرتين ماتش في قيمة الرهان اللي يلعب عليه دونك تعدى ماتش باهي ماتش كيليبري ماتش فيه برشا تنافس الاخر البرولونغاسيون باش عرفنا مازلنا ما عرفناش بلوتو مازلنا ما عرفناش شكون ربح دونك لي تيرو بيت هما اللي باش يحسموا الامر السسبانس باش يقعد حتى للاخر وفي الاخر احنا اللي قاعدين نتمتع ولا احنا اللي نتمتعوا المتفرجين في الماتش لكن كوتش الببليك نتاع لي دوز ايكيب كو سوسوا ساقيت الزيت ولا ليتوال يظهر لي ستريس كبير بالنسبه لهم هما وتشويق كبير. نقولوا عليه ببليك انا شوية ناس منا شوية ناس منا لا نحكي على اللي يتفرجوا معانا الكل معناتها اللي هوني في السالة نورمالمون اللعبة ويكلو دونك الموجودين كلهم إداريين أكيد. لكن نحكيو على الببليك الكبير نتاع الجمعيتين اللي قاعد يتفرج معانا ديجا توا معنا أكيد قلت لك الرهان كبير هذايا الختام نتاع البطولة تعب نتاع عام كامل تضحيات العام طويل ياسر دونك عادي باش تكون فما شويه عصب وشويه ضغط على الناس اللي تتفرج وعلى المحبين وعلى الجوارات وعلى المسؤولين والكل. كوتش كان نحكيو شويه بيسكو باش يرجعوا لي توروبيوت شويه اخر فمثلا في كره القدم نعرفوا فما عباد تقول ما ثماش ملاعب يضيع ضربه جزاء فما ما ثماش حارس يتصدى ضربه جزاء فما ملاعب يضيع. خاطر تكنيكمون وحتى نجم نقولوا فيزيكمون نجم تقول الكره تحطها في بلاصه افيك اون سيرتان فيتيس الجارديان ما يخلطش في الهوند كيفاش؟ في الهوند اللعبه الكل عند الجارديان عند التيرور كيفاش انت تقيم التيرو بيوت؟ عند الزوز الجوار باش يشوت اللي يعرف يشوت اللي يعرف يفكسي الجارديان ويعرف يغلط الجارديان والعكس صحيح الجارديان هو اللي باش يغلط الجوار باش ينزلوا يشوت في بلاصه معينه ولا باش يحلوا بلاصه معينه يلزوا باش يشوت فيها وينحي له الكره ولا يعرفوا وين يشوت معناها كاريمون فهمت ولا دوك نخليو توا شوا باش يصير ما بين لي زونترونور وما بين لي ستاف نتاع لي دوز ايكيب ونرجعوا لكم مع البدايه نتاع لي تيرو بيوت
مرحبا بكم من جديد. نبداو في ليتيرو بوت. محمد بن غانم يفشل في الاولى محمد بن غانم كانت على الترانسفيرسال ورجعت لهنا النجم الرياضي الساحلي. عنده شوا كان في بن ابراهيم محمد صالح ابراهيم باش يتصدى بويسكو سليم البريني كانت عنده ورقه حمراء. لهنا رفيق باشا قدام مروان السوسي. رفيق باشا ويتصدى المره هذه مروان السوسي. يظهر لي لهنا بدل الكوتش رفيق باشا في الاخرانيه. يا اخي ضايع استنى فيه لهنا يمشي المزوغي وائل المزوغي لوم دو ماتش كوتي ساقيه الزيت قدام ابراهيم محمد صالح ابراهيم المزوغي وينجح المزوغي يمشي الثانية من 11 مهدي البري قدام مروان السوسي. مهدي البري وش يعمل البري ويتسدى ليه وينجح البري مالغري كو السوسي بلوك الكرة لكن ما خلطش عليها ممتازة من البري. ولهنا جمال نجاح 36-36 جمال نجاح ويتصدى ليه ما عندوش زهر في الكرة الأخرى محمد صالح إبراهيم أموانزان ويتصدى للكرة الأخرى من جمال نجاح اللي ينجح ويعطي 37-36 2-1 لساقية الزيت. نشوفوا عصام رزيق ايش باش يعمل قدام السوسي كان تصدى الأولى تبع الثانية ويتصدى للثالثة مروان السوسي يتصدى قدام رزيق. لهنا مروان السوسي كونفيرم الروندمون تاعو على لونسومبل دو ماتش كوتش. وي توا الخبرة نتاع لي جارديان اللي باش تعمل الفارق. رامي سويد كان ريوسيت 100% في وسط الماتش وينجح المرة هذه. ينجح رامي سويد كان عنده ريوسيت 100% في وسط الماتش ولا بقى في 100%. لهنا مروان السوسي قدام 23 من نجم الرياضي الساحلي منير الدويري وينجح منير باش يعطي 37. التير يدور لي الكرة عند اشرف ولي المرغلي. اشرف المرغلي قدام محمد صالح ابراهيم. اشرف المرغلي وينجح محمد اشرف المرغلي. مبروك ساقيه الزيت ترشح النهائي بطوله تونس الكبر موسم 2018-2019. برافو للنجم الرياضي الساحلي وفيليسيتاسيون سور لونسومبل دو ماتش سور لونسومبل دو شامبيونا. يدور لي مردود كبير من النجم الساحلي اليوم الحظ ما كانش معاه بار كونتر ما برافو مونسونتري سبيسيال لساقيه الزيت اللي ترقى روحها عمناول بطل تونس في الكاس السنه يلقى روحه في فينال البطوله. كوتش كيفاش شفت المقابله وكيفاش تشوف الترشح نتاع ساقيه الزيت اليوم؟ ساقيه الزيت كما قلت لك حلمه قدامهم حقوها فرحوا عمناول بالكوب السنه فرحوا بالترشح للفينال دونك حظوظهم مازالت وافره ينجموا يلعبوا على التيتر. هارد لاك للاتوال اللي يقدم مباراه باهيه وفات بالضربات الجزاء اللي فيها برشا تركيز وفيها برشا خبره. مروان السوسي خرج الخبره اللي عنده الكل وتصدى ثلاثه ضربات جزاء تقريبا دونك اللي خلى ساقيه الزيت تفوز وعن جداره ومبروك عليها. مبروك لساقيه الزيت حافظ اوفر الليتوال اللي مازالت بيان سور معنيه بكاس تونس ما ضاع شيء مازالت تلعب في دومي فينال كاس تونس كما قلنا الاربع جمعيات اللي باش نلقاهم اليوم باش نلقاهم في لي دومي فينال نتاع الكوب. خليكم معنا مازال ماتش اخر الترجي الرياضي التونسي وجمعيه الحمامات باش نعرفوا شكون
هي واجه ساقيه الزيت في الفينال. ان شاء الله تكونوا تمتعتوا معنا بالمقابله هذه ونتلقاو مع المقابله الجايه ان شاء الله. Thank you.